شكرا كابتن أسامة حسني وكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي عشاق الإثارة والندية والمتعة الكروية، مشاهدي شاشة الأهلي ودوري الجمهورية، النادي الأهلي يبحث اليوم عن الفوز الرابع له هذا الموسم في هذه المباراة التي تجمعه بفريق زد اف سي، حيث حقق الأهلي 3 انتصارات سابقة على كل من بلدية المحلة 8-0 وعلى سموحة 4-0 ومؤخرا على حرس الحدود ب3 أهداف مقابل لا شيء. وسجل لاعب الأهلي هذا الموسم حتى الآن 15 هدف كأقوى هجوم في هذه المسابقة. وطبعا أمامنا في الصورة كابتن وليد سليمان وكابتن أحمد ناجي ومعاهم كابتن وائل رياض. الصورة اللي كانت أمام حضراتكم منذ لحظات، قلنا لحضراتكم النادي الأهلي هو أقوى هجوم في هذه المسابقة حتى الآن برصيد 15 هدف وأقوى دفاع أيضا، حيث تلقت شباكه هدف واحد. لاعب الأهلي اللي أمام حضراتكم وخطوة جديدة نحو المحافظة على هذا اللقب، لقب دوري الجمهورية مواليد 2005 واللي حققه أبناء علاء عبده في الموسم الماضي بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة. يحلم هؤلاء اللاعبين بنيل شرف إسعاد جمهور النادي الأهلي الكبير والتواجد طبعا مع الفريق الأول بقيادة مارسيل كولر والمشاركة بقوة في تحقيق الإنجازات والبطولات. قناة النادي الأهلي بتساعدهم في ده طبعا عبر النقل المباشر لهذه المباريات عبر استاد الأشبال. طبعا أمام حضراتكم الأجهزة الفنية كانوا بيسلموا على بعض، وادي أمامنا لاعبي الفريقين أيضا والروح الرياضية والمنافسة في كرة القدم، يعني بتبقى شيء جميل جدا داخل الملعب مع الروح الرياضية اللي كلنا طبعا متعودين عليها وبنشوفها مع كل قطاعات الناشئين والنادي الأهلي. تشكيل الفريقين لمباراة اليوم مشاهدين الأعزاء، كابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الأهلي اختار تشكيل مكون من حازم جمال لحراسة المرمى، أحمد عبدين وطارق فوزي، عبد الله بوستنجي اللي بيلعب النهاردة ناحية اليمين وهو مركزه الأساسي طبعا قلب دفاع، محمود لبيب ناحية الشمال، يوسف عبد الحفيظ وفارس خالد وأحمد كباكا، وفي المقدمة وحاملي الآمال الهجومية لمباراة اليوم يوسف عفيفي ومحمد عبد الله ومحمد رأفت. أملنا طبعا كابتن مبروك نبيل حكم هذا اللقاء بيعاونه أسامة السيد وعماد العقاد. أما تشكيل نادي زد في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، إيان تايلر المدير الفني الإنجليزي لهذا الفريق اختار تشكيل مكون من عبد المنعم تامر لحراسة المرمى، مروان محمد ويوسف أشرف وعبد الحميد أحمد ومحمد عبد المنعم رباعي خط الظهر، وفي وسط الملعب مصطفى عكاشة ومروان محمود بيلعب أمامهم يوسف محمد وعمر خضر، وفي المقدمة عمر ياسر وعبد الله عبيد. نتمنى أن احنا نشوف لقاء ممتع وجميل من لاعبي الفريقين، يعني قمة هذه الجولة بين الأهلي وزد، زد اللي لديه 11 نقطة في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، والنادي الأهلي اللي بيسعى اليوم للوصول إلى النقطة يعني 12، وبالتالي الصدارة لأن إنبي في الصدارة لديه 11 نقطة في انتظار بقى نتائج الفرق في هذه الجولة مشاهدينا في كل مكان. إذن هي مباراة مهمة جدا، الأهلي يهمه النهاردة الفوز على زد يعني من المنافسين المباشرين له حتى الآن مع نادي الزمالك ومع نادي فاركو ونادي إنبي، والرباعي ده لديه 11 نقطة في الدوري حتى الآن مشاهدينا الأعزاء، يعني في ال4 جولات الأولى من بطولة دوري الجمهورية مواليد 2005. طبعا الصور التذكارية كما تعودنا وكما نشاهد دائما، واللعيبة خلاص بتستعد في هذه الأجواء الأوروبية الرائعة. الجو النهاردة رائع جدا في ملاعب الأهلي مدينة نصر الحقيقة، يعني جو ربيعي معتدل وحاجة في منتهى العظمة هنا في ملاعب النادي الأهلي. ننتظر بقى ان احنا نشوف متعة وكرة قدم جميلة بيقدمها هؤلاء اللاعبين نجوم النادي الأهلي الحقيقة، اللي يعني افتتحوا واستهلوا مشوار هذه البطولة زي ما قلنا بتحقيق فوز عريض في المباراة التي نقلت على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الأهلي بفوز عريض وكبير على نادي بلدية المحلة ب8 أهداف مقابل لا شيء، وطبعا كانوا حققوا الفوز أيضا على سموحة ب4 أهداف مقابل لا شيء، وفي المباراة الأخيرة حققوا الفوز على نادي حرس الحدود ب3 أهداف مقابل لا شيء، وكان سجل الأهلي زي ما قلنا 15 هدف وتلقت شباكه هدف واحد. نتمنى ان احنا نشوف مباراة جيدة من جانب لاعبي النادي الأهلي لديهم خسارة وحيدة في دوري هذا الموسم امام القناة، على ايدنا اليمين النادي الأهلي وعلى ايدنا الشمال نادي زد مشاهدينا، وعلى بركة الله وبسم الله بنبدأ مع حضراتكم
المباراة. ادي كباكا بيلعب الكرة الأمامية العالية على حدود كده منطقة جزاء النادي الأهلي، توصل هنا ناحية الشمال عند اللاعب لبيب، محمود لبيب، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي تماس للأهلي. ادي محمود لبيب أمام حضراتكم هيلعب رمي التماس، يبدو كده ان هو واخد تعليمات بقى من كابتن علاء عبده اللي بنبارك له طبعا على الانضمام للجهاز الفني للمنتخب المصري مواليد 2005 مع الكابتن وائل رياض. كل الامنيات الطيبه ليهم، ايضا للكابتن احمد الكاس مع 2008. كل الامنيات الطيبه لكل المنتخبات في كره القدم المصريه وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي الافضل طبعا على مستوى كره القدم المصريه اللي بنشوفه طبعا مع المنتخب الاولمبي وايضا مع منتخبات الناشئين في كل المراحل العمريه. النادي الاهلي بيمثل 70% لاعبيه يعني من قيمه هذه المنتخبات. تتلعب الكره اماميه عاليه وتوصل هنا ناحيه الشمال لنادي زد اللي بتتلعب مره تانية ولكن مقطوعه للنادي الاهلي. فارس خالد بيلعب الكره في وسط الملعب، وادي المحاوله بقى من اللاعب محمد رأفت اللاعب اللي لديه هاتريك في مباراه المحل الحقيقه في افتتاحيه ومستهل افتتاحيه الدوري هذا الموسم. يوسف محمد لنادي زد ناحيه اليمين، بيعدي وماشي يوسف وبيلعب كره بينيه انما على طول مقطوعه من دفاعات النادي الاهلي. نادي زد متوقع النهارده ان هو طبعا هيبادر ويبادل لاعبي النادي الاهلي الهجمات. ادي عمر خضر واحد بقى من المواهب الكبيره جدا في كره القدم المصريه اللي بينتظرها مستقبل باهر جدا، وان شاء الله ينضم بقى الى نادي استون فيلا عندما يكمل 18 عام باذن الله في العام القادم. ادي انطلاقه ومحاوله مره تانية مقطوعه لنادي زد في وسط الملعب، 3 4 نقلات كده في البدايه انما كباكا بيضغط على طول وبياخد الكوره. ترجع الكوره مره تانية هنا ناحيه اليمين لفريق زد عن طريق اللاعب يوسف محمد اللي بيعيدها على طول الى حارس المرمى عبد المنعم تامر. عبد المنعم تامر النهارده وحازم جمال الاثنين بقى حراس المرمى اللي بيتواجدوا مع المنتخب مواليد 2005 امام انظار بقى الكابتن وائل رياض اللي متواجد النهارده في ملعب المباراه، وايضا الكابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الاهلي. تتلعب الكره مصطفى عكاشة في وسط الملعب، مصطفى عكاشة بيلعبها تعود الكره في الخلف مره ثانيه للاعيبه زد في مباراه اليوم اللي بيحاولوا بقى يبداوا الهجمه من الخلف كده. تتلعب الكره اماميه توصل ناحيه اليمين، 3 4 نقلات كده وعلى طول مقطوعه للنادي الاهلي. عبد الله بستانجي في وسط الملعب لكباكا، كباكا على طول بيلعب الكره في الخلف عند طارق فوزي اللي بيعيدها الى حارس المرمى حازم جمال لكباكا مره ثانيه، ولكن شوف الضغط بقى اللي عامله اللاعب عمرو ياسر ومعاه عبد الله عبيد لاعبي فريق زد، وعلى طول بيقطعوا الكره عن طريق اللاعب مروان محمود وتمر الكره الى خارج الملعب تطلع وتبقى رميه تماس. اذا واضح جدا السيناريو اللي بيلعب به النهارده ايان تايلر المدير الفني الانجليزي بقى لفريق زد في مباراة اليوم. مشاهدين الأعزاء بيضغط على الأهلي كده من التلت الأمامي، رمي التماس من ناحية اليمين هيلعبها على طول مروان محمد، بتتلعب الكرة مرة تانية لعمر ياسر لمروان اللي بيلعب كرة عرضية عالية، ولكن حازم جمال بيمسك على طول بمنتهى الثبات. حازم جمال أمام حضراتكم ومعاه بقى اللاعب عبدالله عبيد لاعب نادي زد. تتلعب الكرة لأحمد عبدين بيلعبها في وسط الملعب ليوسف عبد الحفيظ، أدي يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكرة الأمامية وكان عايز بقى الربط كده يكون من اللاعب محمد رأفت إنما توصل الكرة هناك ناحية الشمال لفريق زد عبد الحميد أحمد. أدي انطلاقة بيعدي الراجل وماشي كده في وسط الملعب وبيلعب الكرة الأمامية، نقلات كده من جانب لاعبي زد في اتجاه اللاعب عمر خضر، كرة في الوسط لمروان محمود، مروان محمود بيفتح الملعب جميلة جدا هنا ناحية اليمين عند اللاعب يوسف محمد، يوسف بيعدي يوسف خطرة جدا وبيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وترجع له مرة تانية وتصويبة، ولكن كان معاه اللاعب طارق فوزي مدافع النادي الأهلي. بداية هجومية كده قوية من لاعبي زد في مباراة اليوم، وادي كرة عرضية من مصطفى عكاشة وادي لمسة رأسية خطرة وتمر إلى خارج الملعب، أولى الكرات الخطيرة في مباراة اليوم الحقيقة من جانب لاعبي زد اللي نقلوا الكرة من الشمال لليمين واتلعبت كرة عرضية كده. وادي الإعادة بقى مع مخرجنا أستاذ محمد الدكروري، وادي اللعبة من اللاعب عبد الله عبيد، ولكن يعني هي الحقيقة فيها شيء من الخطورة ولكنها بعيدة عن العارضة والقائمين بقى وإطار المرمى للنادي الأهلي والحارس حازم جمال. الفكرة حلوة من اللاعب عبد الله عبيد انما ما وجهش راسه بالشكل الصحيح، يعني تعود الكره مره ثانيه وترجع الكره للاعبي النادي الاهلي ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي تماس. الخمس دقائق الاولى من المباراه في احداث هذا اللقاء مشاهدينا عبر شاشه قناه الاهلي. تتلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه عند اللاعب عبد الحميد احمد بيلعبها هناك ناحيه الشمال، انطلاقه واستلام من مروان محمود بيعدي وماشي وبيلعب الكره في الوسط كده، وادي الضغط بقى اللي بيعمله على طول يوسف عفيفي لاعب النادي الاهلي انما ملعوبه الكره عمر خضر ناحيه الشمال، عمر خضر بيحاول يعدي
وعلى طول بقى التدخل هنا في اللقطة الماضية، تعود الكرة مرة تانية، أحمد عبدين بيلعب الكرة، توصل الكرة لكباكة ناحية اليمين للنادي الأهلي، يوسف عفيفي لاعبي زد كده ضاغطين وماسكين المباراة في البداية، ولكن لاعبي الأهلي بدأوا يضغطوا أهو. أدي الكرة ملعوبة عند اللاعب محمد رأفت، توصل الكرة لعبد المنعم تامر اللي بيلعب الكرة الأمامية، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. رمية تماس من ناحية اليمين للنادي الأهلي في مباراة اليوم، تتلعب على طول أمامية من عبد الله بستانجي، وادي محمد رأفت أمامنا في الصورة، إنما اتقطعت وصلت لعمر خضر بيعدي من يوسف عبد الحفيظ وبيلعبها في الوسط كده عند اللاعب مروان محمود. مروان بيلعب الكرة، إنما يوسف عفيفي على طول يضغط وترجع الكرة مرة تانية عند أحمد عبدين، وادي الكرة الملعوبة الأمامية عالية ومعدية وترجع الكرة مرة تانية توصل ناحية اليمين والمحاولة في هذه اللحظات، إنما على طول مقطوعة والهجمة لنادي زد. عمر خضر بيدوروا عليه في كل لعبه كده وكل كره، وبيلعب كره عرضيه داخل منطقه عند اللاعب عبد الله عبيد، كره على حدود منطقه الجزاء، انما على طول بيطلع دفاع الاهلي عن طريق اللاعب طارق فوزي، ترجع الكره مره تانية عبد الحميد احمد لزيد، اتقطعت وادي الهجمه بقى للنادي الاهلي، ولكن حكم اللقاء مبروك نبيل بيدي الفاول على اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي اللي كان امام حضراتكم، وادي حكم اللقاء كابتن مبروك نبيل، نتمنى له التوفيق النهارده هو اسامه السيد وعماد العقاد في مباراه اليوم، نتمنى التوفيق طبعا لكل حكامنا المصريين. تحكيم زي ما بنقول دايما هو احد العناصر الهامه جدا في تحقيق العداله في كره القدم، الحكم لما بيكون فايق بتبقى الدنيا زي الفل يعني، نتمنى ان هم يدوا لكل واحد حقه طبعا. ادي الكره بتتلعب على طول من عبد المنعم تامر هنا ناحيه اليمين، والاستلام والمحاوله من اللاعب مروان محمد اللي بيعيدها في الخلف عند يوسف اشرف. يوسف اشرف لسه بيمشي وبيحاول، هنشوف بقى هيلعب لمين، انما طبعا لاعبي النادي الاهلي قريبين من لاعبي زد علشان كده هو وجد صعوبه في التمرير شويه، انما بيطلعوا بالكره بشكل جيد لاعبي زد. مروان محمود في وسط الملعب مره تانية، استلام من اللاعب مصطفى عكاشه بيلعب كره، وادي انطلاقه حلوه من ناحيه اليمين عند اللاعب مروان محمد اللي دايما بيشيل كره عرضيه لعبها المره دي ارضيه، وادي بقى اللعبه الحلوه الخطيره جدا، كره ملعوبه حلوه الحقيقه من اللاعب مروان محمود. مروان عطيه ومروان محمود عملوا كره عرضيه منتهى الخطوره، توصل لعمر خضر ناحيه الشمال، عدى عمر خطره جدا، عمر بيحاول ولكن بقى يتدخل في توقيت مناسب اللاعب عبد الله بستانجي، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. عبد الله بستانجي طبعا لاعب اساسا لديه يعني قدرات دفاعيه عاليه، فعلشان كده النهارده الكابتن علاء عبده مديله انه يقود الجبهه اليمنى الدفاعيه للنادي الاهلي في مواجهه بقى مع اللاعب عمر خضر لاعب نادي زد اللاعب المهاري واللاعب الجميل جدا الحقيقه. ادي انطلاقه وتمر الكره الى خارج الملعب، تطلع وتبقى رميه تماس. رميه تماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، هيلعبها عبد الله بستانجي في مباراه اليوم، بيلعب الكره الاماميه العاليه، ترجع الكره مره ثانيه لنادي زد في وسط الملعب كباكه. محمد رأفت بيلعب الكرة ليوسف عبد الحفيظ، وادي انطلاقة في اتجاه يوسف عفيفي، انما على طول مقطوعة وترجع لنادي زد مرة تانية، تتلعب الكرة هنا ناحية اليمين. ادي الكرات دايما اللي بيلعبوها بقى على اللاعب يوسف محمد، ادي يوسف محمد بيحاول يعدي، يوسف محمد بياخد الكرة كده ويدخل بيها الملعب، انما يضغط لاعبي النادي الاهلي ويجيبها فارس خالد، فارس لسه الكرة مع فارس، فارس بيعدي يا ولد العيب وبيلعب كرة بالكعب جميلة جدا الحقيقة. ادي النقلات الحلوة بقى، ادي الكرات الجميلة، وادي بقى الإثارة والمتعة اللي بيقدمها لاعبي النادي الأهلي مواليد 2005. محمد رأفت على طول ليوسف عبد الحفيظ، بيفتح الملعب هناك عند عبد الله بستانجي ناحية اليمين اللي بيحاول بقى نشوف يتقدم الأمام وبيلعب، ولكن الكرة تطول وتطلع وتبقى ركلة مرمى لنادي زد في مباراة اليوم. نادي الأهلي، وادي الكابتن علاء عبده المدير الفني اللي بيتكلم مع اللاعبين، وادي عبد الله بستانجي اللي كان مشارك في الهجمة. كابتن علاء عبده اللي بيقدم كرة قدم جميلة الحقيقة مع النادي الأهلي مواليد 2005. نادي زد اللي طبعا سجل 9 أهداف في هذا الموسم، الأهلي سجل 15، والأهلي تلقى شباكه هدف وحيد، إنما زد تلقى شباكه 4 أهداف، فيعني كلها معطيات بتقول إن الأهلي هو الأقوى هجوميا ودفاعيا حتى الآن يعني في الأربع جولات الماضية. أدي أمامنا طبعا الصورة على الكباتن الكبار كابتن وليد سليمان وكابتن أحمد ناجي اللي كانوا امام حضراتكم، ورمي التماس من ناحيه اليمين، وطبعا كابتن وائل رياض
نعم طبعا كابتن علاء نبيل متواجد ايضا في ملعب المباراه. دي رمي التماسه لعب على طول اماميه محمد رأفت، كره داخل المنطقه منطقه الخطوره انما على طول مقطوعه وتعود الكره مره ثانيه لزد هنا ناحيه اليمين، استلام من اللاعب يوسف محمد بيلعبها في وسط الملعب، انطلاقه كده ومحاوله من اللاعب مروان محمد انما بيضغط لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب يوسف عفيفي، ترجع الكره مروان محمود، مروان بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال عند عمر خضر، هما بيدوروا عليه دايما كل كره كده بتتلعب له، ومعاه اللاعب محمد عبد الله من جانب النادي الاهلي، انما تتلعب الكره وادي العرضيه داخل منطقه منطقه الخطوره مره ثانيه منطقه الخطوره منطقه الخطوره، الكرات العرضيه اللي اتلعبت الحقيقه من اللاعب محمد عبد المنعم في اتجاه عبد الله عبيد، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه للنادي زد. امامنا الصوره طبعا على النجوم الكبار اللي متواجدين النهارده في ملعب المباراه، كابتن احمد ناجي طبعا، كابتن وليد سليمان، كابتن وائل رياض، والركله الركنيه من ناحيه اليمين لنادي زد في مباراه اليوم. كلام بقى من حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي مع لاعبيه، والركله الركنيه لنادي زد من ناحيه اليمين، ركله ركنيه لنادي زد، الكرات بقى الثابته وخطوره الكرات الثابته، هنشوف بقى تعامل مدافعو النادي الاهلي النهارده مع الكرات العرضيه من الركلات الركنيه والمخالفات على حدود منطقه الجزاء، بتتلعب على طول عرضيه ولكن حازم جمال طالع ومخلص الدنيا ويفض الاشتباك وبيلعبها نموذج الحقيقه بقبضه اليد كده على الجانب وتطلع الكره وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال، هو لعبها بشكل كويس جدا الحقيقه، مدربي بقى حراس المرمى هم اللي يفهموا الكلام ده، الراجل لعب الكره بشكل جيد جدا على جانب الملعب وطلعت وبقت رمي التماس، ما لعبهاش في المواجهه يعني اللي هو حارس المرمى حازم جمال، رمي التماس من ناحيه الشمال هيلعبها محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم بيلعب الكره في اتجاه مروان محمود لمحمد عبد المنعم مره ثانيه، ولكن يوسف عبد الحفيظ بمنتهى المعلمه كده بيشوط الكره في لاعب نادي زد يسددها كده في جسم اللاعب وتطلع وتبقى رمي التماس. ادي امامنا يوسف عبد الحفيظ واحد من النجوم الكبار طبعا في خط الوسط النهارده مع النادي الاهلي، نتمنى له كل التوفيق طبعا وانه يسير على خطى والده الكابتن الكبير طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ، احد العلامات البارزه طبعا في تاريخ النادي الاهلي. ادي كره ملعوبه هنا ناحيه اليمين ومحاوله في هذه اللحظات للاعب محمد عبد الله، ادي محمد عبد الله، محمد عبد الله بيعدي محمد عبد الله من مصطفى عكاشه، ولكن الكره الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، رمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين محمد عبد الله، محمد عبد الله هيلعب رمي التماس للاهلي، سابها محمد عبد الله للاعب محمود لبيب، ادي محمود لبيب امام حضراتكم، محمود لبيب لاعب النادي الاهلي هيلعب رمي التماس، لازال اللاعب متوقف، وادي محمود لبيب هيلعب رمي التماس، يبدو انه واخد وضع الاستعداد كان ان هو يلعبها طويله داخل منطقه الجزاء بالفعل، بيلعبها عاليه عند اللاعب عبد الله بستانجي انما على طول مقطوعه الكوره للاعب عبد الله عبيد اللي راجع يقوم بالدور الدفاعي ويساعد زملائه، ادي الهجمه لنادي زد تتلعب على طول وانطلاقه كده ومحاوله ولكن تدخل في توقيت مناسب الحقيقه من اللاعب طارق فوزي، او ده هنا اللاعب احمد عبدين، برافو يا احمد، بيلعبها حلوه الى حارس المرمى حازم جمال حارس مرمى الاهلي في مباراه اليوم، ادي حازم جمال، حازم تتلعب الكره مره ثانيه توصل لفارس خالد، فارس خالد بيلعبها الى حارس المرمى حازم جمال، حازم جمال بيلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب طارق فوزي، طارق يوسف عبد الحفيظ اماميه معديه معديه من الكل كده ولكن تتلعب الكره محمد عبد الله وحكم اللقاء بيدي فاول على اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي لعبد الحميد احمد لاعب نادي زد اف سي في مباراه اليوم، تتلعب الكره مره ثانيه توصل هنا ناحيه اليمين ل مروان، مروان بيلعب كره اماميه ياخدها فارس خالد منه وترجع الكره مره ثانيه، ادي بقى الانطلاقه والمحاوله للاعبي زد انما بيضغط عليهم لاعبي النادي الاهلي عن طريق كباكا، توصل الكره ناحيه اليمين لعمرو ياسر، عمرو ياسر بيهد على كورته عمرو لسه وبينتظر الدعم والمسانده ولكن على طول كباكا معاه ومعاه اللاعب فارس، وتعود الكره في الخلف مره اخرى للاعب يوسف اشرف، يوسف اشرف بيعدي يوسف اشرف في وسط الملعب كده وبيلعب الكره الاماميه توصل هنا ناحيه اليمين عند عمرو ياسر، بينقل الكره بشكل جيد الحقيقه لاعبي زد، وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن التغطيه الدفاعيه بقى الجيده من دفاع النادي الاهلي في اللقطه الماضيه، ترجع الكره مره ثانيه ادي بقى سيطره من زد ومروان محمود بيعدي وماشي في وسط الملعب، مروان محمود، مروان محمود بيلعب الكره هنا ناحيه اليمين عند اللاعب مروان محمد،
ادي مروان محمد بيلعب الكره العرضيه، طبعا لاعبي الاهلي لو قطع الكره مطالبين ان هم ينقلوا الهجمه بسرعه، الهجمه المرتده بقى اقل لمسات في اسرع توقيت علشان يضربوا دفاع زد اللي كان متقدم في الهجمه الماضيه ولاعبيه طبعا اللي تقدموا. ادي الكره والهجمه للنادي الاهلي، محمد عبد الله، محمد عبد الله بيسند على طول على كباكا، اللي يعني عنده وجه القدم بتاعه كده حاجه رايقه، الحقيقه، وحاجه متميزه جدا هذا اللاعب، اللاعب احمد كباكا. رمي التماس من ناحيه اليمين، شفنا الاسيستات بقى اللي بيعملها بوش رجله بشكل جيد جدا. ادي امامنا الكابتن وائل رياض ماسك بقى الورقه بتاعته هي والقلم كده وبيتابع المباريات، نتمنى له التوفيق طبعا في القياده الفنيه للمنتخب المصري مواليد 2005. كابتن وائل رياض اللي ابتدى المهمه النهارده يعني بالحضور الى ملعب المباراه، واحد من ابناء الاهلي ونجوم الاهلي السابقين. ادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب عبد الله بستانجي، ترجع الكره مره ثانيه للاعبي نادي زد عن طريق بقى اللاعب محمد عبد المنعم، لعمر خضر ناحيه شمال. عمر بيلعب الكره الاماميه، انما احمد عبدين بيقطع على طول، بيعدي احمد عبدين وماشي، لسه الكره مع احمد عبدين وبيلعبها على طول ليوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب مره ثانيه. احمد عبدين تتلعب الكره مره ثانيه، توصل هنا ناحيه الشمال عند اللاعب فارس خالد، بيعدي وماشي فارس، وتتلعب الكره حلوه، ادي فارس خالد وتصويبه انما على طول مقطوعه، وتوصل الكره في وسط الملعب مره ثانيه للاعبي نادي زد. ادي الانطلاقه والمحاوله اتقطعت، وصلت لكباكا، بيلعب الكره الاماميه العاليه ومعديه كده واصله في اتجاه حارس المرمى عبد المنعم تامر. ادي امامنا حارس المرمى عبد المنعم تامر بيلعب الكره الاماميه، توصل الكره مره ثانيه من اللاعب فارس خالد الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس. امامنا الكابتن وائل رياض امام حضراتكم في الصوره، ورمية تماس لنادي زد من ناحيه اليمين، بتتلعب على طول الكره الاماميه وتوصل الكره مره ثانيه كده في اتجاه اللاعب عبد الله عبيد انما على طول مقطوعه، وتتلعب الكره هنا ناحيه اليمين، ولكن كباكا يتدخل كده بحماس وقوه في اللقطه الماضيه وبيطلع الكره من امام بقى اللاعب يوسف محمد لنادي زد. تتلعب الكره توصل مره ثانيه محمد رأفت، بيعدي وماشي محمد وبيلعب الكره في وسط الملعب، ودي بقى الكره الملعوبه الاماميه في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي. يوسف عفيفي واحد من الهدافين بقى للفريق في الموسم الماضي الحقيقه، لعيب جيد ولعيب متالق، صاحب القميص رقم 10 في تشكيل النادي الاهلي مواليد 2005. تتلعب الكره هنا ناحيه اليمين، وادي الكره الملعوبه الاماميه من اللاعب يوسف، بيعدي خطره وبيلعب كره جميله جدا، وادي بقى التصويبه العرضيه، الكره العرضيه من عمرو ياسر، ولكن تدخل بقى امامنا من طارق فوزي بيطلع الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه لنادي زد من ناحيه اليمين، مشاهدينا الاعزاء. ركله ركنيه لزد من ناحيه اليمين في مباراه اليوم، وادي امامنا الكابتن وائل رياض اللي متواجد في ملعب المباراه النهارده يتابع لاعبي بقى الاهلي وزد مواليد 2005 من اجل بقى بدايه المهمه مع المنتخب المصري. نتمنى له كل التوفيق طبعا مع الكابتن علاء عبده وكل الجهاز الفني والاداري اللي تم اختياره. ركله ركنيه من ناحيه شمال لنادي زد، تتلعب على طول عرضيه عاليه، خطره جدا اللقطه اللي فاتت، ولكن يوسف عبد الحفيظ متمركز في مكان كويس جدا وبيطلع الكوره الى خارج الملعب علشان تبقى ركله ركنيه لنادي زد مره ثانيه من ناحيه اليمين. ادي بقى الكوره، شوف الاعاده وشوف اللعبه، ادي الكوره وشوف بقى يوسف عبد الحفيظ بعد ما عدت الكوره بقى من حارس المرمى حازم جمال بيخرجها يوسف عبد الحفيظ من حلق المرمى كده علشان تبقى ركله ركنيه لنادي زد. تتلعب على طول الكره مره ثانيه، محمد عبد المنعم عرضيه خطيره، ولكن بقى حازم جمال بيطلع ويمسك على طول. حازم جمال اتلعب الكره لفارس خالد، فارس في وسط الملعب، كره كده في وسط الملعب لنادي زد، تتلعب على طول اماميه انما على طول رجع في اتجاه اللاعب عبد الله بستانجي، تطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله مرمى للاهلي، تتلعب الكره في وسط الملعب، ادي الاستلام من اللاعب فارس خالد، خلاص وصلنا لاول تلت ساعه بقى من بدايه واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه الاهلي، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي وزد. وادي يوسف عفيفي، بيلعب الكره ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه خطيره جدا، ملعوبه في اتجاه بقى اللاعب محمد رأفت اللي عايز يعمل خلفيه مزدوجه كده انما قابله عبد المنعم تامر،
عبد المنعم تامر بيمسك الكوره، ادي عبد المنعم تامر حارس المرمى لنادي زد في مباراه اليوم، بيلعب الكره الاماميه العاليه، ترجع الكره بلمسه راسيه كده من لبيب في وسط الملعب، كره لكباكا، كباكا بيلعبها في اتجاه محمد رأفت، بيضغط محمد رأفت، اه لو خدها محمد، ولكن ترجعت يوسف عفيفي، عدى حلو قوي يوسف، يوسف عفيفي داخل منطقه الجزاء، ادي يوسف عفيفي بيلعب الكره بشكل جيد للاعب محمود لبيب، وحكم اللقاء بيدي فاول ليوسف عفيفي اللي كمل في اللقطه الماضيه الحقيقه ورا بقى اللاعب محمد رأفت، وقدر ان هو ياخد الكره ويعدي، والمدافع بقى ارتكب ضده المخالفه وفاول للنادي الاهلي. ادي التدخل القوي في اللقطه الماضيه، هل بقى تستحق انذار من كابتن مبروك نبيل حكم اللقاء اللي اكتفى بالمخالفه ومداش القرار الاداري؟ ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، واستغلال بقى الركلات الثابته في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله حره للنادي الاهلي، وحائط كده من اثنين لعيبه من لاعبي نادي زد في مباراه اليوم، الركله الحره للاهلي، الركله الحره الاهلاويه من ناحيه الشمال، وادي الكره العرضيه الخطيره، ولكن على طول بقى هنا بيطلع عبد المنعم تامر، عبد المنعم تامر، اثنين حراس مرمى مميزين جدا النهارده، سواء الاهلي حازم جمال او عبد المنعم تامر حارس مرمى نادي زد في مباراه اليوم، ودي كره خطره، كره منتهى الخطوره، كره منتهى الخطوره اللي فاتت دي يوسف عفيفي، انما ما توقعهاش، رجعت الكره مره ثانيه لكباكا، ادي كباكا بيعدي وماشي وبيلعب الكره هنا ناحيه اليمين لبوستانجي اللي بيفتح الملعب ليوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب لكباكا مره ثانيه، لاعبي النادي الاهلي بداوا ينقلوا الكرات زي ما حضراتكم شايفين علشان يكسبوا يعني بعض الثقة ويقدروا ان هم يحتفظوا بالكرة بشكل جيد ويبدأوا الهجمة بشكل متميز، يعني كما تعودنا الحقيقة من اولاد بقى الكابتن يعني وابناء بقى الكابتن علاء عبده المدير الفني، عملوا مباريات متميزة جدا الحقيقة، سجلوا 8 في مباراة و4 في مباراة و3 في مباراة، يعني دايما الاهلي بيسجل اهداف كتيرة في اللقاء الواحد، وادي كرة ملعوبة امامية عالية خطرة جدا وحلوة حلوة حلوة، جول يا ولد يا لعيب، ادي الهدف الاول، ادي الهدف الاول بقى للنادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ، الحبايب على التألق عودونا ورجعوا من تاني وفرحونا، هدف حلو قوي ليوسف عبد الحفيظ في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، شوف بقى يوسف عبد الحفيظ لما كمل داخل منطقة الجزاء قدر ان هو يسجل الهدف الاول، وطلع بقى عبد المنعم تامر في اللقطة الماضية، ادي الكرة، ادي فارس خالد، شوف فارس خالد لعب الكرة العرضية حلوة، وادي بقى يوسف عبد الحفيظ طالع، يوسف اللي مكمل داخل منطقة الجزاء وسط اتنين مدافعين، ولكن الراجل بمنتهى العزيمة ومنتهى الإصرار ومنتهى الحماس لعبها بلعبة رأسية حلوة جدا على يسار حارس المرمى عبد المنعم تامر، اللي استطاع بقى يوسف عبد الحفيظ أن يخدع ثنائي دفاع نادي زد مع حارس مرماهم ويسجل الهدف الاول، النجم اللي امام حضراتكم في مباراه اليوم يوسف عبد الحفيظ. اذا الاهلي يتقدم في الدقيقه 22 من عمر واحداث وبدايه الشوط الاول من المباراه، الاهلي اصبح واحد، وادي امامنا بقى كابتن علاء عبده، ادي امامنا كابتن علاء عبده، يمكن زد كان ماسك كرة شويه انما نادي الاهلي استطاع ان هو يسجل عن طريق بقى اللاعب يوسف عبد الحفيظ الهدف الاول في مباراه اليوم. برافو يا يوسف، تكملة حلوة داخل منطقة الجزاء والهدف الأول في المباراة للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. تتلعب الكرة مرة تانية، أدي استلام في وسط الملعب للاعب كباكا لكن مقطوعة، وترجع الكرة هنا ناحية اليمين لنادي زد، ولكن بقى شوف التألق من مدافعو النادي الأهلي في مباراة اليوم، والكرة العرضية إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. رمية تماس تتلعب على طول، توصل الكرة مرة تانية لفريق زد عن طريق اللاعب مروان محمود، بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين والاستلام والمحاولة، وادي بقى الكرة العرضية من اللاعب مروان محمد وإلى خارج الملعب، هنشوف حكم اللقاء مبروك نبيل يبدو بيدي، هل بقى ركلة ركنية لنادي زد ولا فاول من ناحية اليمين؟ هنشوف مع حضراتكم، ادي حكم اللقاء بيتكلم طبعا مع لاعبي النادي الأهلي مع اللاعب محمد عبد الله، وادي يوسف عفيفي وفارس خالد بيتكلموا مع حكم اللقاء اللي بيشرح لهم بقى طبعا على طريقه الانجليش بريمير ليج، يعني دايما بنشوف الحكام في انجلترا كده بتتكلم مع اللعيبه وبتشرح لهم هم ليه احتسبوا المخالفه والامور اللي كلكم عارفينها وحافظينها. ركله حره من ناحيه اليمين لنادي زد، ركله حره من ناحيه اليمين لنادي زد، هي افضل من الركله الركنيه لانها قريبه شويه من منطقه جزاء النادي الاهلي، ركله ركنيه لنادي زد في مباراه اليوم، هنشوف بقى هتتلعب ازاي وايه اللي ممكن يحصل في هذه اللعبه. مروان محمود ومعاه اللاعب مروان محمد، الاثنين مروان، وده محمود وده محمد، يعني ادي ركله حره لنادي زد بقى من ناحيه اليمين في ملعب المباراه، ركله ركنيه مع الدقيقه 25 من عمره احداث الشوط الاول من هذا اللقاء،
تتلعب على طول عرضية عرضية، إنما بيطلع دفاع النادي الأهلي، تتلعب الكرة مرة تانية عالية وعائدة داخل منطقة الجزاء، توصل عند كباكا، كباكا ولسه الهجمة ملعوبة، كرات مشتركة كده بين لاعب النادي الأهلي ولاعب زد على حدود منطقة الجزاء، وترجع الكرة يوسف عبد الحفيظ صاحب هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، تتلعب الكرة مرة تانية، ادي الهجمة الحلوة، ادي يوسف بقى عفيفي، يوسف عفيفي بيعدي لنفسه عايز يعدي مرة تانية يوسف عفيفي، انما على طول تتلعب وترجع الكرة، كرات مشتركة بين لاعبي الفريقين، ادي يوسف عفيفي مرة تانية بيلعبها في الامام كده للنادي الاهلي، محاولة للمرور تتلعب ليوسف عبد الحفيظ، انما على طول مقطوعة وتتلعب امامية عالية ومعدية كده واصلة في الخلف لدفاعات النادي الاهلي والى خارج الملعب، تطلع وتبقى ركلة ركنية، ركلة ركنية من ناحية اليمين لنادي زد في مباراة اليوم. الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الآن، سجله اللاعب يوسف عبد الحفيظ في ماتش حلو، يعني ماتش جميل من لاعبي الفريقين. نادي زد النهارده بيبادر وبيهاجم، والنادي الأهلي أيضا بيهاجم، والمباراة جميلة وممتعة حتى الآن. والركلة الركنية، وادي أمامنا الكابتن علاء عبدو المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا. ركلة ركنية بتتلعب على طول عرضية ومعدية منطقة الخطورة، حازم جمال بيطلع وترجع الكرة وتصويبة كده، إنما إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى، ركلة مرمى، الكرة للحارس حازم جمال، حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم حازم جمال، وركلة المرمى للنادي الأهلي اللي سجل هدف عن طريق بقى اللاعب يوسف عبد الحفيظ، والتكملة الجميلة اللي عملها داخل منطقة جزاء نادي زد، وقدر ان هو يتفوق على الدفاع وعلى حارس المرمى زي ما شفنا، ويسجل الهدف اللي مستمر به النتيجه حتى الان. ترجع الكره مره ثانيه في الخلف، ادي الانطلاقه والمحاوله في وسط الملعب كده للاعبي النادي زد، انطلاقه من ناحيه اليمين، مروان بيلعب الكره البينيه عند يوسف، ولكن يتدخل لبيب وبيقطع الكره وبيلعبها عند طارق فوزي، ترجع الكره مره ثانيه لبيب اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه، لمسه كده في وسط الملعب محمد رأفت، بيلعب كره بينيه يوسف عفيفي، ادي يوسف عفيفي عدى وماشي، عدى وماشي يوسف عفيفي ولعبها حلوه لمحمد عبد الله ناحيه الشمال، محمد عبد الله فاتح له على طول لبيب، هنشوف هيعمل ايه، عبد الله بيلعبها عند لبيب ولكن كانت قصيره شويه، ويتدخل بقى اللاعب مروان محمد ويخبطها كده في لاعب النادي الاهلي محمود لبيب، وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي زد من ناحيه اليمين، رمي التماس لنادي زد من ناحيه اليمين، فوز هيكون مهم جدا في حال تحقيقه النهارده بقى ليه النادي الاهلي وابناء الكابتن علاء عبده. زي ما قلنا زد من المنافسين المباشرين للنادي الاهلي في المنافسه على لقب دوري الجمهوريه مواليد 2005، الاهلي بيحمل لقبه والفائز به في الموسم الماضي. اتلعبت الكره وادي لبيب، انما اتقطعت وصلت ناحيه اليمين، وانطلاقه كده امامنا للاعبي نادي زد، والمحاوله بقى من اللاعب عمرو ياسر، انما يتدخل في توقيت يعني هنا امامنا اللاعب طارق فوزي، ومحاوله ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس، رمي التماس ليه الاهلي، ملعوبه الكوره، ادي امامنا احمد عبدين بيلعب الكوره في وسط الملعب كده لفارس خالد لاحمد عبدين مره ثانيه، ادي احمد عبدين امام حضراتكم وبيلعب الكوره الاماميه، والاستلام امامنا من اللاعب محمد رأفت، شوف نازل فين محمد رأفت علشان يستلم، وادي لاعبي الاهلي طارق فوزي، غيروا الملعب كده من اليمين للشمال ونقلات كده يعني قصيره علشان يطلعوا بالهجمه بشكل جيد وبشكل مركز، يبنوا بيها خطوره ويشكلوا بيها خطوره على فريق زد، ادي كره ملعوبه عند يوسف عفيفي، يوسف عفيفي بيحاول يوسف عفيفي ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال، رمي التماس للنادي الاهلي اللي متقدم حتى الان، خلاص اقتربنا من اول نصف ساعه من احداث الشوط الاول من المباراه، بنلعب في الدقيقه 29 والاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء على زد اف سي، كره ملعوبه مره ثانيه في وسط الملعب، طارق فوزي بيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين، عبد الله بستانجي، محاولات من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، وادي اللف والدوران من اللاعب محمد عبد الله اللي دايما بنشوفه ناحيه اليمين مره وناحيه الشمال مره، واللا مركزيه اللي اتعودنا عليها الحقيقه من الكابتن علاء عبده مع الفرقه، ادي كره ملعوبه اماميه ومحاوله للنادي الاهلي ولكن دفاع زد عبد الحميد احمد، وترجع الكره خطره جدا، اه لو اتلعبت بشكل يعني مركز شويه يا يوسف عفيفي، كرة خطرة اللي فاتت دي، انما اتلعبت وصلت الكرة مرة تانية ناحية الشمال عند اللاعب يوسف محمد، يوسف محمد، يوسف محمد ومع لبيب، يوسف ولبيب ومنتهى الخطورة ولكن على طول إلى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي، ركلة مرمى للحارس حازم جمال، حارس المرمى في مباراة اليوم الحارس المميز والحارس اللي متألق جدا،
حراس مرمى النادي الاهلي بقى حقيقة المتالقين محمد الشناوي و مخلوف طبعا ومصطفى شوبير وحازم جمال وغيرهم من الحراس المميزين جدا. تتلعب الكوره توصل ناحيه اليمين للنادي الاهلي كباكا في وسط الملعب، ملعوبه الكوره للاعب عبد الله بستانجي بيفتح الملعب ناحيه اليمين، محمد عبد الله بيعدي وماشي في وسط الملعب، عدى بشكل حلو، عدى بشكل حلو واحد والتاني والتالت وماشي ولسه ماشي بالكوره، لسه ماشي بالكوره، ده فارس خالد عدى حلو قوي فارس خالد الحقيقه في اللقطه الماضيه دي، برافو يا فارس، اخذ مساحه كبيره جدا بالكوره ولكن كان ممكن يمررها لزملائه. تتلعب الكره مره تانية من جانب لاعبي نادي زد عن طريق اللاعب عبد الحميد احمد في وسط الملعب، الكره ملعوبه للاعب عمرو ياسر انما اتقطعت وترجع الكره في الخلف كده عند اللاعب طارق فوزي اللي بيخرجها الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي زد من ناحيه اليمين. تتلعب الكره مره تانية، ادي المحاوله عند اللاعب مروان محمد انما الكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس من ناحيه اليمين. مباراه طبعا صعبه على الفريقين النهارده. ادي كباكا بيلعب الكوره عند اللاعب طارق فوزي عاليه ومعديه، وادي يوسف عفيفي بيحاول انما ترجع الكره ناحيه اليمين عند اللاعب مروان محمد، مروان محمد بيلعبها في الوسط عند اللاعب مروان محمود، عبد الحميد احمد وضغط عليه يوسف عفيفي، بيعدي عبد الحميد احمد وماشي، عبد الحميد احمد وبيلعب الكره هنا ناحيه اليمين عند اللاعب مروان محمد، ادي مروان محمد والهجمه لنادي زد والكره العرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن بيطلع على طول طارق فوزي وترجع لكباكا بمنتهى المعلمه كده والهدوء بيلعبها لفارس خالد انما اتقطعت، وصلت مره ثانيه لفريق زد عن طريق اللاعب عبد الحميد احمد، عبد الحميد لعمر خضر ناحيه الشمال، عمر خضر بيعدي يا ولد العيب لمسته حلوه الحقيقه، ادي عمر مره ثانيه، عمر بيلعب كره على حدود المنطقه خطره، مروان محمد والتصويبه ولكن الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله مرمى للنادي الاهلي والحارس حازم جمال، ادي اللعبه، شوف بقى هنا اللاعب خضر بيلعبها بشكل جيد للاعب مروان محمود، ادي مروان والتصويبه من مروان محمود ولكن تعلو عارضه بقى الحارس حازم جمال وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تتلعب الكره اماميه عاليه وتوصل في وسط الملعب عند اللاعب فارس خالد، هجمه للنادي الاهلي، ادي فارس لعيب جيد جدا في وسط الملعب فارس الحقيقه، بيلعبها اللبيب لكباكا، كباكا بيلعب الكره في الخلف عند طارق اللي بيلعبها لاحمد عبدين، ادي احمد عبدين بيعيد الكره الى حارس المرمى حازم جمال خطر جدا الكلام ده طبعا ولكن ثقه كبيره في اللاعبين، حازم جمال لعب الكره للاعب كباكا، بيبقى جيد جدا انه حارس المرمى يقدر يلعب برجله بشكل كويس زي ما شفنا في اللقطه اللي فاتت دي بتاعه حازم جمال مع اللاعب كباكا الحقيقه. تتلعب الكره اماميه وتوصل في وسط الملعب فارس خالد، فارس بيلعب الكره الاماميه فارس خطره ناحيه الشمال عند اللاعب محمد رأفت، عدى وعدل على اليمين وعايز يعدي مره تانية، لسه الكره معاه وكان فاتح له اللاعب محمود لبيب انما اتقطعت ورجعت الكره والهجمه بقى الفريق زد، ادي الهجمه الفريق زد عن طريق اللاعب عمر ياسر بيحاول يعدي وبيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين عند يوسف محمد بيشيل على طول كره عرضيه عاليه ولكن حازم جمال طالع بمنتهى الثقه وبيمسك الكره قبل اللاعب عمر خضر وبيلعبها هنا ناحيه اليمين، انطلاقه في وسط الملعب وادي المحاوله، احمد عبدين كمل في الكره وماشي، عدى وماشي وتصويبه حلوه التصويبه جميله جدا التصويبه في اللقطه الماضيه وتمر الكوره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي زد في هذه اللحظات، برافو الكوره، برافو ادي التصويبه الحلوه وادي المرور والمحاوله ولكن الكوره تمر كده بجوار القائم الايسر لمرمى عبد المنعم تامر. اذا الاهلي كان يقترب جدا من تسجيل الهدف الثاني في اللقطه الماضيه وسلاح التصويب بقى الراجل سدد كده يعني شوف من قد ايه ده يعني كان قريب جدا من دائرة منتصف الملعب واطلق قذيفة مدوية مرت كده بجوار القائم الايسر لمرمى عبد المنعم تامر، انما ترجع الكرة مرة تانية لمروان محمد ناحية اليمين، ادي مروان محمد لنادي زد بيلعب الكرة عند عمر خضر اللي بدأ يتحرك وبدأ يجي هنا ناحية اليمين علشان يهرب من الرقابة، تتلعب الكرة مرة تانية لمروان محمود لعمر خضر، ادي عمر خضر هو مفتاح اللعب بتاعهم بيلعب الكرة الامامية انما كباكا بيقطعها وتوصل في وسط الملعب مرة تانية والهجمة بقى للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد رأفت بيفتح الملعب هنا حلو قوي ناحيه الشمال عند اللاعب محمد عبد الله ومعاه يوسف اشرف، محمد ويوسف وادي العرضيه منتهى الخطوره انما يوسف عفيفي كان متاخر شويه وادي المحاوله وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح نادي زد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. مروان بيلعب الكره لعبد الله عبيد، عبد الله عبيد ومعاه كباكا، شوف كباكا على الرغم من دور الهجومي ودوره في الربط
ما بين الخطوط كده في النادي الاهلي والمعلمه اللي بيعملها، انما هو ايضا بيجيد الادوار الدفاعيه دايما بنشوفه كده بيكمل، وفي الواحد ضد واحد بيقدر ان هو يتفوق وياخد الكره من المنافس يعني ويقطعها منه. اللاعب كباكا لعيب متكامل ولعيب متميز جدا. وادي امامنا اللقطه بقى على بدلاء نادي زد في مباراه اليوم، ورمي التماس من ناحيه الشمال لصالح نادي زد، هيلعبها مروان محمد. رمي التماس بتتلعب على طول في وسط الملعب لمصطفى عكاشه اللي بيعيدها الى حارس المرمى عبد المنعم تامر. عبد المنعم تامر بنلعب في دقيقه 36 من عمره احداث الشوط الاول. الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله يوسف عبد الحفيظ. انطلاقه من ناحيه الشمال، ادي يوسف عبد الحفيظ منتهى الروح الفدائيه الجميله من هذا اللاعب، وبيطلع الكره الى خارج الملعب. حماس كبير جدا عند يوسف عبد الحفيظ، لعيب من اللعيبه الرجاله كده اللي بتعتمد عليهم في وسط الملعب وبيعتمد عليهم كابتن علاء عبده. تتلعب الكره لنادي زد، عكاشه بيفتح الملعب ناحيه الشمال، مروان بيعدي وماشي، انما قباكة ادي الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، والكره الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس لنادي زد مره تانية. رمي التماس مره تانية، ادي الكره، ادي بقى شوف الحماس وشوف الرجوله وشوف الاداء الجيد من اللاعب يوسف عبد الحفيظ في مباراه اليوم. تتلعب على طول اماميه الكره عاليه للنادي الاهلي، استلام ومحاوله من محمد رأفت انما مقطوعه مره تانية لفريق زد. وادي محمد رأفت وحكم اللقاء قريب من اللعبه مبروك نبيل، وبيدي الفاول لصالح نادي زد، وهيدي انذار، هيدي انذار للاعب محمد رأفت. ادي انذار لمحمد رأفت لاعب النادي الاهلي من قبل كابتن مبروك نبيل حكم هذا اللقاء. والفاول لنادي زد. ادي اللقطه وادي الاعاده مع مخرجنا استاذ محمد الدكروري، وادي الكره بقى والشد من اللاعب محمد رأفت، وحكم اللقاء ادى الفاول، ولكن شوف هو اللي كمل في الكوره، يعني هو ما خدش انذار على المخالفه الاولى محمد رأفت، ولكن رجع وكمل في الكوره امام انذار بقى الكابتن علاء عبده. اكيد بيكون في كلام مع اللاعبين علشان بقى الكروت الصفراء والامور دي. تتلعب الكره مره تانية في وسط الملعب، يوسف اشرف بيلعبها في الخلف مره تانية للاعب عبد الحميد احمد. عبد الحميد احمد لزد عند عمر خضر هناك ناحيه الشمال. عمر خضر بيحاول يعدي، ادي عمر خضر لسه الكره معاه، ومعاه لبيب، وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، منتهى الخطوره واللمسه الراسيه بقى هذه المره من اللاعب مصطفى عكاشه، لما توصل الى حارس المرمى حازم جمال امام انظار المدير الفني كابتن علاء عبده. تتلعب الكره احمد عبدين في وسط الملعب لكباكا، ادي كباكا لاحمد عبدين مره ثانيه، عبدين الى حازم جمال الى عبدين. الاهلي بيبداوا الهجمه من تحت كده زي ما حضراتكم شايفين، مش بيشتتوا الكوره، وتتلعب الكوره اماميه حلوه في اتجاه اللاعب محمد رأفت، نما على طول مقطوعه في وسط الملعب لمصطفى عكاشه بيلعبها اماميه، وادي كباكا، وتتلعب الكره واحده والثانيه كده انما مقطوعه وترجع لنادي زد. انطلاقه بشكل جيد في وسط الملعب، انما محمد عبد الله بيقطع، محمد عبد الله والهجمه بقى الخطيره للنادي الاهلي، الهجمه المرتده، محمد عبد الله ومعاه يوسف عفيفي، لعبها ليوسف، يوسف عفيفي على طول بيعيد الكره في الخلف ليوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ انما يضغط عليه على طول عمر ياسر، وتتلعب اماميه من جانب فريق زد، ولكن الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. نلعب في الدقيقه 39 من عمره واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. وادي امامنا عبد الله بستانجي هيلعب رميه التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. عبد الله على مهله تماما، عبد الله الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. كلنا طبعنا بقى طبعا تفوق للنادي الاهلي على فريق سان جورج الاثيوبي 3-0 في لقاء الذهاب و4-0 في لقاء الاياب في دوري ابطال افريقيا، وتاهل الاهلي مع مارسيل كولر الى دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. الاهلي حامل اللقب طبعا، نتمنى المزيد والمزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي. كان الاهداف سجلها محمد مجدي قفشه ومحمود عبد المنعم كهربا، وبكده نتيجه المباراتين كانت 7-0 للنادي الاهلي على سان جورج الاثيوبي. تتلعب الكره اماميه وتوصل مره ثانيه ناحيه اليمين للنادي الاهلي، استلام بشكل جيد من عبد الله بستانجي، هدوء كده بيلعب بيه لاعبي النادي الاهلي في هذه اللحظات. تتلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه، طارق فوزي بيلعب الكره في الوسط كده، وادي بقى الاستلام الجيد من لاعبي النادي الاهلي فارس خالد، بيحاول يعدي فارس انما اتقطعت منه، وتتلعب ناحيه اليمين هنا ليوسف محمد، انما برافو يا ولد يا لعيب، بيتدخل طارق فوزي في توقيت مناسب وبيلعب كره بينيه حلوه. وادي بقى الانطلاقه، وادي الانفراد والمحاوله بقى في اللقطه الماضيه للاعب محمد رأفت،
انما بيتدخل مصطفى عكاشه وبيلعبها والكره لسه ما خرجتش، ترجع مره تانية الكره لفريق زد. وادي الضغط بقى من اللاعب محمود لبيب لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم. عبد الحميد احمد لزد بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب مصطفى عكاشه اللي بيلعب الكره الاماميه، ترجع مره تانية من طارق فوزي في وسط الملعب، انما مقطوع الفريق زد وبيغيروا الملعب هنا ناحيه اليمين. الكره اللي تعودنا عليها وشفناها اكتر من مره، يوسف محمد، يوسف محمد ومعاه لبيب، يوسف ولبيب، ادي يوسف محمد بيلعب كره عرضيه انما في توقيت مناسب يعني اللاعب لبيب، وترجع الكره لعمرو ياسر اللي بيسدد، وتعود الكره من دفاع النادي الاهلي. وادي الهجمه الفريق زد في وسط الملعب، كرات ومباراه سريعه جدا النهارده وفيها تدخلات بدنيه كبيره جدا في المباراه، صراعات كده ما بين اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين. تتلعب الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم الى عمر خضر، ادي عمر خضر ولكن كباكا، والفاول على كباكا، فاول على احمد كباكا لاعب النادي الاهلي للاعب عمر خضر لاعب نادي زد اف سي في مباراه اليوم اللي قلنا طبعا هيكون متواجد مع نادي استون فيلا الانجليزي، واللي كان ضم بين صفوفه النجم المصري احمد المحمدي، واحد من نجوم طبعا الكره المصريه. تتلعب كره عرضيه عاليه داخل منطقه الجزاء عند عمر خضر ومعديه. جدير بالذكر بقى ان النادي الاهلي كان هو بطل كاس زد الدوليه تحت 17 عام والتي اقيمت على ملاعب زد بالقاهره الجديده. الاهلي كان كسب فاينورد روتردام الهولندي بالنهائي 2-1، هدفين كان سجلهم عبد محمد عبد الفتاح تاحه وعمر سيد معوض اللي بندعي له بكامل الشفاء والعوده سريعا طبعا للملاعب، موهبه كبيره جدا طبعا عمر سيد معوض، نتمنى ان يتعافى سريعا من الاصابه. ادي ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والحارس حازم جمال حارس المرمى في احداث هذا اللقاء. ادي العرضيه مروان محمد لعب الكره العرضيه في اللقطه الماضيه، وعلى طول بقى هنا اللاعب يوسف محمد بيلعب الكره براسيه ولكن ما كانتش مركزه وطلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي تتلعب لكباكا. كباكا، ادي كباكا بيفتح الملعب ناحيه اليمين عند احمد عبدين الى حارس المرمى حازم جمال. ادي حازم جمال بيلعب الكره حازم هنا ناحيه الشمال عند اللاعب محمود لبيب، محمود لبيب بيلعبها الى طارق فوزي، طارق في وسط الملعب لفارس خالد. يا ولد العيب على التمويه والمرور بشكل جيد من اللاعب فارس خالد، وبيلعب الكره بوجه القدم حلو يا فارس، لعبها جميله في اتجاه اللاعب يوسف عبد الحفيظ اللي واخد يعني تعليمات النهارده ان هو يكمل زي ما حضراتكم شايفين، وبيزود كده العدد الهجومي للاعبي النادي الاهلي في الثلث الدفاعي لفريق زد، واستطاع من هذه اللعبه الحقيقه علاء عبده ان هو يسجل هدف المباراه الوحيد حتى الان. شغل المدير الفني بقى كابتن علاء عبده اللي باين جدا، هنشوف الكلام ده طبعا في الاستوديو بقى ما بين شوطي هذا اللقاء الكابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ومتعه التحليل الحقيقه بيشرحوا لك كل حاجه في المباراه. ادي كره عرضيه ترجع الكره مره ثانيه لفريق زد، محاوله في هذه اللحظات على حدود المنطقه، ولكن ادي طارق فوزي يتدخل وياخد الكره وماشي، عدى وماشي لسه الكره، وتتلعب هنا ناحيه شمال كان فارس خالد ولعبها حلوه ليوسف عفيفي. ادي يوسف عفيفي، يوسف عفيفي بيعدي يوسف وماشي يوسف، وبيلعب الكره على حدود منطقه الجزاء لمحمد عبد الله. محمد عبد الله بيلعب كره عرضيه خطره جدا للاعب يوسف عفيفي داخل المنطقه، انما يتدخل دفاع زد وبيطلعوها، وتتلعب على طول اماميه عاليه عند اللاعب عمر خضر ومع احمد عبدين. عمر واحمد، عدى عمر وماشي، عمر وطارق فوزي، عمر بيلعب كره عرضيه خطره يوسف محمد، يوسف محمد عدى يوسف ويسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل للنادي زد في مباراه اليوم، وكره عرضيه كده داخل منطقه الجزاء من اللاعب الحقيقه المتالق في مباراه اليوم اللاعب عمر خضر، بيلعبها عرضيه في اتجاه اللاعب يوسف محمد. ادي عمر خضر اهو بيعدي وماشي داخل المنطقه وبيلعب الكره العرضيه للاعب يوسف اللي اخذ الكره داخل منطقه الجزاء وعدى من اللاعب طارق فوزي ولعبها باليسار في لحظه خروج حارس المرمى حازم جمال علشان يتعادل زد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء في الدقيقه 43 من عمره احداث الشوط الاول من اللقاء. اذا 1-1 في مباراه اليوم مشاهدينا الاهلي وزد الجولة الخامسة دوري الجمهورية مواليد 2005. أحمد كباكا بيلعب الكرة في وسط الملعب للاعب فارس خالد، فارس بيلعبها لكباكا مرة تانية، أدي كباكا بيهدى على كورته كباكا تماما، لاعبي زد مقفلين الدنيا شوية فعلشان كده أدي كباكا بيعدي وماشي وبيلعبها مرة تانية ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي في وسط الملعب، استلام من فارس خالد، فارس بيلف وبيدور بشكل جيد جدا باللاعب عمر ياسر وعايز يعدي فارس، انما ترجع الكره مره ثانيه ليوسف عبد الحفيظ بيلعبها لكباكا. ادي كباكا بيلعب التمريره الاماميه عند اللاعب محمد رأفت اللي عايز يفتح الملعب هناك ناحيه محمد عبد الله، وياخد فاول للنادي الاهلي، ياخد فاول للنادي الاهلي في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي للشوط الاول الدقيقه 45. مشاهدينا الاعزاء متابعينا في كل مكان مشاهدي شاشه قناه الاهلي
الأهلي وزد دوري الجمهورية مواليد 2005، ونتيجة المباراة حتى الآن التعادل الإيجابي 1-1. ركلة حرة للنادي الأهلي في مباراة اليوم، وادي كباكا كباكا، ويعني كلام كده مع يوسف عفيفي، هل بقى في جملة متفقين عليها ولا ايه؟ هنشوف. كباكا وركلة حرة وحائط من اتنين لعيبة كده من لاعبي نادي زد، احمد كباكا امام حضراتكم، لاعب المميز هو الحقيقة بيمتاز بتنفيذ الالعاب دي بشكل جيد. هنشوف هيعمل ايه احمد كباكا، هل يسدد في اتجاه المرمى؟ بالفعل يسدد، حلوه حلوه من كباكا، جميله لسه بقول لحضراتكم، ولكن عبد المنعم تامر بمنتهى الثبات بيمسك كورته على طول. كباكا المسافه كانت بعيده شويه، انما هو اتخذ يعني قرار التصويب مره واحده في اتجاه مرمى زد، والحارس عبد المنعم تامر يمسك الكره. ادي كره خطره جدا، والمحاوله في هذه اللحظات بقى من اللاعب عبد الله عبيد، ولكن ترجع الكره للنادي الاهلي عن طريق اللاعب لبيب والى خارج الملعب، وطلعت وبقت رمي التماس من ناحيه اليمين لنادي زد، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وادي كره عرضيه عاليه ومعديه وتصل مره ثانيه ناحيه اليمين للنادي الاهلي. ادي الهجمه للاهلي، انطلاقه كده النادي الاهلي، محمد عبد الله بيعدي وماشي، عبد الله بيعدي وماشي، محمد عبد الله يا ولد العيب بيعدي وماشي في انتظار بقى المعاونه والمسانده، انما على طول ضغطوا عليه لعيب زد وجابوها وتتلعب مره تانية كده في وسط الملعب. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن مبروك نبيل ينهي احداث الشوط الاول من لقاء الاهلي وزد الجوله الخامسه من مواليد دوري 2005 دوري الجمهوريه بالتعادل الايجابي 1-1. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في احداث الشوط الثاني، الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد الفاصل عودة من جديد للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. شكرا كابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي شاشه قناه الاهلي مره ثانيه، واحداث الشوط الثاني والجوله الخامسه لدوري الجمهوريه مواليد 2005، الاهلي يلتقي زد هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر. نتيجه احداث الشوط الاول هي التعادل الايجابي بين الفريقين. سجل اولا للنادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ في الدقيقه 22، ثم تعادل لزد يوسف محمد في الدقيقه 43. ودي كره عرضيه، يعني المباراه واخده طابع الجديه كده منذ بدايه اللقاء في شوطه الاول، وايضا مع بدايات الشوط الثاني من هذا اللقاء. سريعا نذكر حضراتكم تشكيل فريق الاهلي: حازم جمال، احمد عبدين، طارق فوزي، عبد الله بستانجي، محمود لبيب، يوسف عبد الحفيظ، فارس خالد، احمد كباكا، يوسف عفيفي، محمد عبد الله ومحمد رأفت. اما نادي زد: محمد عبد المنعم تامر، يوسف اشرف، عبد الحميد احمد، مروان محمد، محمد عبد المنعم، مصطفى عكاشه، مروان محمود، ويوسف محمد، وعمر خضر، وعمر ياسر، وعبد الله عبيد. قيادة تحكيمية: كابتن مبروك نبيل، أسامة السيد مساعد أول، عماد العقاد مساعد تاني في مباراة اليوم. هنشوف بقى كلام الكابتن علاء عبده مع إيان تايلر، الاثنين المديرين الفنيين للنادي الأهلي ولنادي زد في مباراة اليوم ما بين شوطي هذا اللقاء، والتعليمات. شفنا طبعا الكلام لكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي ما بين الشوطين، والكلام طبعا والشرح الوافي والكافي للي حدث في الشوط الاول، وماذا يمكن للنادي الاهلي ان يقدم ايضا في الشوط الثاني في احداث هذا اللقاء. مباراه مهمه جدا طبعا النهارده، نادي زد لديه 11 نقطه والنادي الاهلي بتسع نقاط، وادي امامنا البدلاء في مباراه اليوم مشاهدينا في كل مكان. بدلاء النادي الاهلي: عمر كامل، ابراهيم عادل، أحمد وحيد، يوسف إسلام، يوسف جمال،
عمرو خالد بيبي، يوسف ثروت، أسامة أحمد، وحسام عادل اللي أمام حضراتكم. هنشوف بقى هل يمكن استغلال بنك البدلاء النهاردة من كابتن علاء عبده، يعني عنده لعيبة مميزين جدا متواجدين خارج الملعب بعد دمج بقى النادي الأهلي 2005 مع مواليد 2006. الأمور يعني بقت عنده قماشة كبيرة جدا، يختار منها زي ما هو عايز ويشكل زي ما هو عايز داخل الملعب. تتلعب الكرة مرة تانية أحمد عبدين، هنشوف بقى الشوط التاني، ونتمنى إن احنا نشوف شوط تاني أيضا مميز من لاعبي الفريقين. أدي فارس خالد لعيب جيد جدا في وسط الملعب الحقيقة، بيلعب كرة بينية أمامية حلوة. أدي بقى يوسف عفيفي انطلاقة خطرة جدا داخل منطقة الجزاء، ولكن عبد المنعم تامر بيلعب الكرة، عبد المنعم توصل هناك ناحية اليمين لفريق زد، وأدي الانطلاقة للاعب مروان، بيعدي وماشي مروان وبيلعب كرة بينية أمامية عند عبد الله عبيد. عبد الله عبيد بيحاول، إنما في تسلل، رايه وصفاره ركله حره غير مباشره بناء على اشاره من كابتن عماد العقاد وصافره من كابتن مبروك نبيل. ادي امامنا كابتن عماد العقاد في مباراه اليوم، والركله الحره للنادي الاهلي. تتلعب لكباكا اللي دايما بينزل كده في الخلف علشان يستلم الكوره ويطلع بيها لقدام. احمد عبدين للنادي الاهلي، لكباكا مره ثانيه. ادي كباكا فتح له كده اللاعب طبعا امامنا طارق فوزي، هنشوف هيعمل ايه. بيلعبها بالفعل لطارق ناحيه الشمال، ادي طارق فوزي، وبيقابله على طول اللاعب عمرو ياسر لكباتننا الكبار طبعا اتكلموا عليه ما بين الشوطين وقالوا ان هو افضل لاعب زد في المباراه النهارده. تتلعب الكره مره تانية، توصل لعبدين بيلعبها ناحيه اليمين عند عبد الله بستانجي. عبد الله بستانجي الى احمد عبدين مره تانية، بيعيد الكره الى حازم جمال حارس المرمى. حازم جمال في وسط الملعب لبستانجي، لحازم جمال مره تانية. حازم جمال، ادي حازم، شوف الضغط اللي عامله لاعب زد طبعا من التلت الامامي من امام منطقه جزاء النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. ادي كباكا بمنتهى الهدوء على طول بيطلع بالكوره وبيلعبها هنا ناحيه الشمال مره ثانيه للاعب طارق فوزي الكباكا. كباكا لسه بيدور وبيلعب الكوره في وسط الملعب. عبد الله بستانجي بيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين عند اللاعب فارس خالد، وبيقابله على طول هنا اللاعب عمر خضر. تتلعب لكباكا في وسط الملعب، ادي كباكا بيلعب الكوره الاماميه انما على طول مقطوعه وترجع له مره ثانيه. كباكا وكان ضاغط عليه اللاعب عمر ياسر، توصل هناك ناحيه شمال، وادي الانطلاقه للاعب اللي امام حضراتكم طارق فوزي. طارق بيلعب كره بينيه حلوه ناحيه شمال عند محمود لبيب. محمود لبيب بيحاول يعدي وسباق سرعه كده، محمود لبيب عمل مجهود كبير جدا كده بالكره من ناحيه الشمال وكان بيطالب بفاول، ولكن حكم اللقاء مبروك نبيل ما اداش حاجه واداها ركله مرمى لنادي زد اف سي في بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقى بقياده كابتن علاء عبده، معاه محمد صلاح وابراهيم عبد الجواد وعمار فتحي ومحمد فوده ومحمد احمد نحله وعبد الله محمد. ادي ركله المرمى لنادي زد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، بتتلعب على طول اماميه عاليه، ترجع الكوره للنادي الاهلي في وسط الملعب عن طريق يوسف عبد الحفيظ. يوسف مهاره جديده طبعا ليوسف عبد الحفيظ، شفناها في الهدف اللي سجله والكره اللي قطعها كده في وسط الملعب، بيجيد العاب الراس والعاب الهواء، واحد من النجوم الكبار وابن بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ. تتلعب الكره للنادي الاهلي، ادي بدايه الهجمه للاعب طارق، بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال كباكا، بيستلم كباكا وبيلعب الكره بوجه القدم، اللعبه اللي دايما بيحبها ودايما بنشوفها، وتتلعب على طول الكره، وادي التكمله بقى ليوسف عبد الحفيظ امام حضراتكم، وتصل الكره الى عبد المنعم تامر حارس مرمى نادي زد في مباراه اليوم. عبد المنعم تامر بيلعب الكرة هنا ناحية الشمال، وفي لاعب من النادي الأهلي واقع، هل هو يوسف عبد الحفيظ؟ نتمنى له السلامة. بالفعل يوسف عبد الحفيظ أمام حضراتكم لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم. النادي الأهلي كان حقق نتائج جيدة جدا في الجولات الأخيرة. أدي أمامنا كابتن وائل الرياض اللي بيتابع المباراة، المدير الفني طبعا للمنتخب المصري مواليد 2005 اللي متواجد في ملعب اللقاء. قلنا لحضراتكم الأهلي حقق نتائج جيدة في يعني مختلف المراحل السنية. أهلي 2003 كان حقق الفوز على إنبي خارج ملعبه 2-0 بأهداف إبراهيم عبد الحكيم وعلي نادر، وأهلي 2008 كان يعني حقق الفوز على المصري 3-1، عمر هشهش ومهند الشامي وياسين ياسر. أما أهلي 2009 كان حقق الفوز على بلدية المحلة 3-1، علي سامح وعمر عبد الرحيم ومحمد أيمن. أدي الإعادة للقطة الهدف الجميل الحقيقة اللي سجله اللاعب بقى يوسف عبد الحفيظ من تمريرة كانت حلوة من اللاعب فارس خالد، وهدف المباراة اللي كان بيعاد أمام حضراتكم. أهلي 2007 كان حقق فوز الرابع على التوالي أمام فيوتشر 1-0 بهدف كان سجله اللاعب عمر فتحي.
ويعني اللاعب بلال عطية لاعب بقى النادي الأهلي مواليد 2008 كان سجل 5 أهداف في مباراة واحدة وهي مباراة أسوان واللي كان حقق الأهلي الفوز بها 9-0. ليذكرنا بقى بخماسية النجم كابتن أسامة حسني بمرمى الكروم في المباراة التي حقق الأهلي بها الفوز 6-1. وخلي بالك من 6-1 دي، كابتن أسامة حسني طبعا كان سجل 5 أهداف في هذا اللقاء، وكانت المباراة تاريخ 12 يوليو 2004. وعندنا برضو اللاعب محمد رأفت كان سجل هاتريك بمرمى بلدية المحلة في افتتاحية دوري الجمهورية بالمباراة اللي انتهت بفوز الأهلي 8-0. يعني اللعيبة بقى اللي هم بيسجلوا أكتر من هدف في المباراة الواحدة. يعني أدي انطلاقة من ناحية شمال، محمد عبد الله بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء منتهى الخطورة وترجع مرة تانية حلوة يا ولد يا ولد يا ولد على الجول التاني. يا سلام على الجول التاني الجميل، وتصويبة روعة، تصويبة جميلة جدا يا يوسف يا عبد الحفيظ. النهاردة يومك بيحل الملعب وينوره، مش هتلاقوا زي أهدافه، لفوا الدنيا ودوروا. يا سلام عليك يا يوسف يا عبد الحفيظ، تصويبة صاروخية وهدف 100 100. والأهلي بيسجل الهدف التاني في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، الهدف الثاني في مباراة اليوم. مع ذكر الأهداف، أدي الكرة العرضية وأدي الكرة، شوف التمركز بقى ليوسف عبد الحفيظ، وتصويبة زي ما جت على يمين حارس المرمى عبد المنعم تامر علشان يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي وليه على المستوى الشخصي، وهدف التقدم من جديد للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. إذن الأهلي 2 وزد 1، ويوسف عبد الحفيظ النهاردة متألق، يوسف سيد عبد الحفيظ. يا سلام عليك يا يوسف يا سيد عبد الحفيظ، ادي الكره العرضيه وادي القصه وادي الحكايه وادي على طول فارس خالد، وترجع ليوسف عبد الحفيظ اللي متمركز داخل منطقه الجزاء في مكان جيد جدا، ويستطيع ان يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي النهارده علشان يتقدم الاهلي على زد 2-1. برافو يا ولد يا لعيب. يوسف عبد الحفيظ من المباريات اللي مش هينساها النهارده الحقيقه، تتلعب الكره وتوصل هناك ناحيه اليمين لنادي زد في مباراه اليوم. ادي محاوله اللاعب عمر ياسر، بيحاول يعدي عمر ياسر، ترجع له الكره مره تانية، ويوسف عفيفي بيضغط على طول وتتلعب الكره في وسط الملعب. ادي بدايه الهجمه لعبد الحميد احمد، عبد الحميد احمد. انما اهداف الاهلي كلها في توقيتات مناسبه، يعني شفنا بقى هدف يوسف عبد الحفيظ في الشوط الاول رغم ان زد كان ماسك الكره انما استطاع ان هو يعني يسجل، ومع بدايات الشوط الثاني استطاع نفس اللاعب يوسف عبد الحفيظ ايضا ان يسجل ويضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي كره ملعوبه حلوه على حدود منطقه الجزاء، استلام بوستانجي يتقدم تصويبه والى خارج الملعب، الى خارج الملعب. شوف بقى التكمله الهجوميه في اللقطه الماضيه، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لعبد المنعم تامر في مباراه اليوم. شغل متميز النهارده الحقيقه من كابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الاهلي مواليد 2005. وتتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في الوسط كده عند اللاعب مصطفى عكاشه، توصل عند مصطفى عكاشه وتتلعب على طول الكرة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء في وسط الملعب. وادي بقى أمامنا هنا اللاعب عمر خضر بيحاول يعدي عمر وبيلعب الكرة البينية الحلوة، ولكن ترجع الكرة مرة تانية لعبد الله بوستانجي، عبد الله بوستانجي بيلعبها في الخلف لأحمد عبدين اللي بيلعب الكرة الأمامية قبل اللاعب عبد الله عبيد، توصل ليوسف عفيفي وتوصل للاعب عبد الله بوستانجي في وسط الملعب لكباكا، واللي حكم اللقاء ما اداش حاجه وسمح باستمرار اللعب. وادي بقى عمر خضر، ادي عمر خضر، ادي الموهبه بيلعب كره بينيه حلوه، ولكن بقى طالع حازم جمال وماسك. بالمناسبه طبعا نتمنى للاعب عمر خضر كل التوفيق، ان شاء الله هيكون واحد من نجوم الدوري الانجليزي الممتاز مع نادي استون فيلا عندما يكمل طبعا زي ما قلنا 18 عام. كلنا عارفين بقى قوانين الفيفا والامور دي. ادي كره ملعوبه في وسط الملعب وترجع مره ثانيه، المتالق بقى النجم النهارده يوسف عبد الحفيظ بيلعب كره بينيه حلوه ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الله بوستانجي اللي بدا يزيد وبدا يكمل، شفناها اكتر من مره، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي على شماله، وتصويبه حلوه من عبد الله بوستانجي وترجع الكره مره ثانيه. واضح جدا التعليمات بقى اللي مديها الكابتن علاء عبده والثقه الكبيره اللي مديها للاعبين. كل لاعب كده بياخد الكره على حدود منطقه الجزاء عنده الثقه ان هو يلعب على المرمى ويسدد، واستغلال بقى سلاح التصويب. واللاعب بقى يوسف سيد عبد الحفيظ استطاع ان هو يسجل برأسيه وايضا من تصويبه داخل منطقه الجزاء. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه لكن احمد عبدين ويتفوق في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء، ويبدو ان في تسلل في اوفسايد، في اوفسايد في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء. النهارده الحقيقه يعني اخراج متميز طبعا من استاذ محمد الدكروري مخرج هذا اللقاء وطاقم العمل بالكامل هنا في قناه النادي الاهلي اللي بينقلوا لحضراتكم مباريات الناشئين على الهواء مباشرة والأشبال من أجل متابعتهم وتسليط الضوء عليهم طبعا وتقديمهم لكرة القدم المصرية. بإذن الله يكونوا نجوم كبار ونشوفهم ونتذكرهم طبعا بكل خير. أدي كرة تتلعب على طول في وسط الملعب، عبد الله، عبد الله بوستانجي،
عبد الله عدى وماشي، لعب كورته حلوه بالمناسبه يعني، رغم ان هو مدافع عدى بشكل حلو قوي من ناحيه اليمين وانطلق كده، ومحاوله في هذه اللحظات للنادي الاهلي انما اتقطعت، وادي الهجمه لنادي زد على طول تتلعب للاعب عمر ياسر، انما على طول مقطوعه الكوره وتوصل هنا ناحيه الشمال للنادي الاهلي. محمد عبد الله عدى بشكل حلو قوي ولعبها ليوسف عفيفي، انما اتقطعت الكره وصلت لمروان، مروان بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا لنادي زد. تتلعب الكره للاعب امامنا هنا طبعا فارس خالد، فارس خالد بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب كباكا. كباكا هل بقى نشوف البدلاء النهارده يشاركوا في احداث هذا اللقاء؟ ممكن نشوف بقى عمر خالد بيبو مثلا ويوسف جمال وغيره من النجوم اللي متواجدين على مقاعد البدلاء. طبعا تتلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب طبعا امام حضراتكم ومشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي، وادي الكره طارق فوزي بيلعب الكره في وسط الملعب للاعب محمد عبد الله، بيحاول يعدي محمد عبد الله، ادي محمد عبد الله بيلعب الكره هنا ناحيه الشمال مره ثانيه للنادي الاهلي، بدايه هجمه الاهلي اللي لديه ثقه كبيره جدا في ان الات مش بيشتتوا الكرات. وادي امامنا بقى اللعيبه اللي بيستعدوا للنزول كده في لارض الملعب، وتبديلين كده من كابتن علاء عبده المدير الفني زي ما توقعنا منذ لحظات يعني من شويه كده. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل هجمه في وسط الملعب، انطلاقه بشكل جيد جدا من اللاعب المتالق النهارده طارق فوزي الحقيقه، بيلعبها لاحمد عبدين، بيلعب لكباكا، كباكا بيلعب الكره الاماميه العاليه معديه واصله هنا لمحمد رأفت ناحيه اليمين. رأفت هنشوف هيعمل ايه، ادي رأفت ومع اللاعب محمد عبد المنعم، ورأفت بيلعب كره عرضيه خطيره داخل منطقه الجزاء، ولكن بقى رأفت هو اللي كان بيكون داخل المنطقه انما هو اللي لعب العرضيه، وصلت لعبد المنعم تامر. تتلعب الكره مره ثانيه، نقلات كده من جانب لاعبي زد اللي بيبحثوا طبعا عن هدف التعادل بعد ان تألق النهارده اللاعب يوسف عبد الحفيظ وسجل هدفين في منتهى الجمال الحقيقه، الهدف الاول والتكمله بقى داخل وسط الاثنين المدافعين وحارس المرمى، واستطاع ان هو ينكشها بدماغه كده بشكل جيد جدا، والهدف الثاني والتمركز الروعه داخل منطقه الجزاء والتصويبه من مره واحده على يمين حارس المرمى عبد المنعم تامر، دول الهدفين اللي سجلهم النادي الاهلي النهارده واللاعب يوسف سيد عبد الحفيظ. عمر خضر بيعدي وماشي وبيلعب كره بين، يا ولد يا لعيب يا عمر يا خضر لعبه حلوه، والهدف هدف التعادل للاعب عمر ياسر. عمر ياسر يسجل هدف التعادل في مباراه اليوم، انما شوف عمر خضر عمل ايه، شوف عمر خضر عمل ايه، موهبه يا جماعه ولاعيب هايل جدا ولاعيب جيد جدا، ولازم الكره اللي نشوفها حلوه نقول عليها حلوه. شوف عمر خضر، شوف الرؤيه، شوف خدع الكل وادى الراجل انفراد وكانه بثلاث عيون وادي عمر ياسر لعبها، ويعني تصطدم كده وتلمس دفاع النادي الاهلي وتسكن على يمين حارس المرمى حازم جمال علشان يسجل نادي زد هدف التعادل في مباراه اليوم عن طريق اللاعب عمر ياسر، واحد من نجوم الشوط الاول في مباراه اليوم، والنتيجه 2-2. ماتش ممتع وماتش جميل واهداف كلها يعني جميله النهارده بنشوفها في مباراه اليوم، كلها اهداف ملعوبه يعني. شفنا اللاعب عمر خضر النهارده ساهم في الهدفين، الهدف الاول والكره اللي كانت من ناحيه الشمال استلم التمريره الطوليه بشكل جيد وعدى ولعب بسرعته كده كره عرضيه للاعب الحقيقه اللي كان سجل بقى يوسف محمد اللي اخذ الكره وتعامل بشكل جيد جدا داخل منطقه الجزاء واستطاع ان هو يسجل هدف اول لنادي زد، ثم عاد اللاعب بقى عمر ياسر وسجل برضه هدف ثاني وهو هدف التعادل لنادي زد من تمريره روعه الروعه الحقيقه من اللاعب عمر خضر لعمر ياسر اللي انهاها بشكل جيد وسجل الهدف الثاني وهدف التعادل لنادي زد في مباراه اليوم. ماتش حلو وبنلعب في الدقيقه 61 والنتيجه اصبحت التعادل في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي بقى كابتن علاء عبده والتبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، هنشوف مين هينزل مع حضراتكم. شايفين بقى هنا اللاعب احمد وحيد ولاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم احمد وحيد، وهل بقى حسام عادل ولا مين، هنشوف تبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم، محاوله بقى يعني لتجديد وتنشيط الدماء داخل ارض الملعب من جانب لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم ومديرهم الفني بقى كابتن علاء عبده. كابتن علاء عبده والتبديلات في مباراه اليوم، وادي بقى الكوره وادي الاعاده للهدف الثاني الجميل للاعب يوسف سيد عبد الحفيظ. شوف يوسف سيد عبد الحفيظ متمركز واقف في مكان جيد جدا واستطاع ان هو يسجل مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم يعني اهداف رائعه واهداف جميله، هدفين سجلهم النهارده. وفي انتظار بقى اجراء التبديلات شايف انا يوسف سيد عبد الحفيظ هيخرج، ويبدو ايضا اللاعب يوسف عفيفي هو اللي هيخرج برضه، واللاعب محمد عبد الله اصبح هو كابتن الفرقه النهارده.
ادي على طول بقى النجم، نجم المباراه النهارده، واحد من اللعيبه الكبار جدا، يوسف سيد عبد الحفيظ، اللي سجل هدفين وقبل بلاء حسن في الدور الجديد اللي عمله ليه المدير الفني وكلفه به النهارده كابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تتلعب الكره مره ثانيه وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال لنادي زد في مباراه اليوم. هنشوف بقى التبديلات اللي اجراها المدير الفني ادي يوسف عفيفي، واحد من اللاعبين الكبار وواحد من اللاعبين اللي بينتظرهم مستقبل جيد جدا مع النادي الاهلي مواليد 2005، ان شاء الله نشوفه ايضا في الفريق الاول، لعيب هداف ولعيب متميز يوسف عفيفي. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي استلام من اللاعب احمد وحيد اللي نزل منذ لحظات، وتتلعب الكره مره اخرى للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا. انما اتقطعت وتوصل الكره هنا ناحيه الشمال عند اللاعب عمر خضر، لعيب جيد ولعيب مميز ولعيب يعني رائع جدا، شفناه تالق في بطوله زد الوديه، وعلى طول نادي استون فيلا اللي كان متواجد في البطوله مع انديه بقى يعني فاينورد هولندي وفيتوريا جيماريش البرتغالي وبنسنايكوس اليوناني، والنادي الاهلي طبعا هو اللي كان حقق اللقب بالفوز زي ما قلنا لحضراتكم ونوهنا في الشوط الاول على نادي فاينورد الهولندي بالنهائي بهدفين محمد عبد الفتاح تحا وعمر سيد معوض، اللي بندعو له بتمام الشفاء باذن الله والعوده سريعا للملعب. ادي الفاول لنادي زد من مكان خطر جدا على حدود منطقه الجزاء على اللاعب احمد وحيد، واللاعب شايفين عمرو خالد ديبو. ركله حره لنادي زد من مكان خطر جدا، وشايفين بقى هنا امامنا اللاعب اللي هو عمر خضر واقف على الكوره. عمر خضر وحائط كده من النادي الاهلي من خمس لاعبين، ومعاهم لاعب سادس كده هيكون ورا الحائط اللي هو طبعا امامنا خالد طارق فوزي، وادي عمر بيلعبها تصطدم على طول بالحائط الدفاعي للنادي الاهلي وتتحول وتكون ركله ركنيه من ناحيه الشمال مشاهدينا في كل مكان. ركله ركنيه من ناحيه الشمال لنادي زد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله ركنيه لنادي زد من ناحيه الشمال، ضغط كده من لاعيبه زد في الدقيقه 65 من عمر واحداث المباراه والشوط الثاني، وادي كره ملعوبه عرضيه لكن حازم جمال متالق النهارده، وترجع الكره احمد وحيد بيلعبها ناحيه الشمال، وادي بقى الانطلاقه للاعب محمد رأفت لما يرجع ويجيبها على طول اللاعب عمر ياسر اللي سجل الهدف الثاني، يحصل على مخالفه ايضا من اللاعب احمد وحيد، لازم احمد وحيد يخلي باله شويه، ثاني مخالفه تحتسب عليه. وركله حره لنادي زد من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء، ركلات حره من يعني اماكن متفرقه. ادي امامنا طبعا صوره مجمعه للحضور هنا في ملعب المباراه. كابتن طبعا الاعلام الكبير سيف زاهر، والكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، والكابتن احمد عبد الله، وطبعا الكابتن وائل رياض، وبقيه الحضور اللي متواجدين في ملعب المباراه. ركله حره لنادي زد من مكان خطر جدا على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي من ناحيه اليمين، امامنا اللاعب محمد عبد المنعم، هنشوف بقى هتتلعب ازاي، يعني الكرات دي بتكون في منطقه الخطوره الحقيقه. اتعامل بشكل جيد جدا الحارس حازم جمال مع يعني الكرات اللي جت عليه، ودي كره عرضيه ولمسه انما تمر الى خارج الملعب. ومره ثانيه ادي امامنا طبعا الحضور امام حضراتكم في ملعب المباراه، ركله ركنيه لنادي زد من ناحيه الشمال، ركله ركنيه لنادي زد من ناحيه الشمال. اهتمام كبير جدا طبعا بدوري الجمهوريه للناشئين، ونتمنى ان احنا نشوف نجوم كبار في كره القدم المصريه. ادي عمر خضر اللاعب الكويس واللاعب المهاري واللاعب الجيد اللي خلاص يعني احترف في استون فيلا، اللاعب اللي امام حضراتكم ده لاعب نادي زد، موهبه جيده جدا لكره القدم المصريه. وادي امامنا الصوره على طول تلاحق النجوم اللي متواجدين في ملعب المباراه هنا في ملعب اللقاء ملاعب الاهلي مدينه نصر مشاهدينا الاعزاء. تتلعب الكره وتوصل مره ثانيه ناحيه الشمال للاعب طارق فوزي في وسط الملعب، كباقه اماميه ملعوبه الكره ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الله بستانجي، بيعدي وماشي عبد الله بيهدى على كورته وبيلعب الكره في وسط الملعب مره اخرى للنادي الاهلي. تتلعب لعمرو خالد،
بيعدي وماشي من ناحية اليمين، بيعدي وماشي يا ولد العيب، وبيلعب كرة عرضية، أرضية منتهى الخطورة، حلوة اللمسة، عدت من الكل ومنتهى الخطورة. جملة حلوة قوي، جملة حلوة قوي اللي اتعملت في اللقطة اللي فاتت دي من لاعبي النادي الأهلي، ولسه الهجمة. أدي كباكا، كباكا على شمال وعلى يمين، ولعبة حلوة وخطرة داخل منطقة الجزاء، ولكن على طول طالع بقى عبد المنعم تامر وبيمسك الكورة. شوف الأهلي لما بيوصل على حدود منطقة الجزاء بيشكل خطورة كبيرة جدا، إنما اللعبة اللي فاتت دي اتعملت عرضية رائعة الحقيقة من اللاعب عمرو خالد، يعني داخل منطقة الجزاء، واعتقد فارس خالد هو اللي عدها بالشكل الجيد ده، ولكن يعني دفاع زد هم اللي خرجوها. ادي على طول مخرجنا معانا، وادي الكره العرضيه الحلوه من اللاعب عمرو خالد، وشوف بقى الكعب الحلو في اللقطه الماضيه والمحاولات، وادي فارس خالد عدى الكره وكان كباكا يعني، ولكن دفاع نادي زد يتدخلوا في توقيت مناسب تماما وبيطلعوا الكره. هجمه كانت في منتهى الخطوره طبعا للنادي الاهلي اللي فاتت دي، وكانوا يقدروا ان هم يضيفوا بقى هدف ثالث ويتقدم الاهلي للمره الثالثه في مباراه اليوم، انما الكره يعني طلعت وخرجها دفاع نادي زد. رمي التماس تتلعب على طول وترجع الكرة مرة تانية. رمي التماس من ناحية اليمين، مروان محمد هيلعب رمية التماس لنادي زد، تتلعب على طول أمامية على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي، بيطلع على طول لاعب النادي الأهلي أمامية في اتجاه اللاعب محمد رأفت، إنما شوف حازم عبد المنعم تامر طالع فين. ترجع لكباكا، كباكا بيلعبها للنادي الاهلي مره ثانيه في وسط الملعب، انطلاقه في الوسط كده في اتجاه اللاعب فارس خالد، اود عبد الله عدى وماشي ولعب الكره بينيه حلوه للاعب محمد عبد الله، ترجع لكباكا مره ثانيه. يا ولد شوف بقى، شوف اللعبه بتاعته، هي دي اللعبه اللي بنتاز بيها، ولعبها حلوه قوي لمحمد عبد الله داخل منطقه، ومره ثانيه خطره جدا، ولكن توصل الكره مره اخرى لدفاعات نادي زد. مشاهدينا الاعزاء ناحيه الشمال، استلام بشكل جيد من اللاعب عمر خضر، بيعدي وماشي عمر، لسه الكره معاه، شوف كورته حلوه قوي والكنترول بتاعه جيد جدا على الكوره، وادي كره عرضيه من اللاعب محمد عبد المنعم منتهى الخطوره، ولكن يا ولد يا لعيب يا حازم، ولسه اللعبه، لسه اللعبه مستمره، ولسه الهجمه مستمره. محمد عبد المنعم مره ثانيه لنادي زد، منتهى الخطوره اللعبه اللي فاتت دي، منتهى الخطوره اللعبه اللي فاتت دي، وادي على طول بقى عمر خضر، عمر خضر، ولكن يعني عمر بقى هنا يا ولد يا لعيب، عمرو خالد بيبو عدى بشكل حلو قوي من ناحيه اليمين، ومره ثانيه عدى يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب انطلق بشكل جيد، ولعبها حلوه لمحمد رأفت، والبينيه عايز يلعبها كده محمد رأفت، ولكن ترجع لعمر خالد اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء. الماتش سريع جدا، وفي لعيبه مهاريين هنا وفي لعيبه متالقين هناك، يعني مباراه جميله جدا ومستمتعين جدا باللي بيدور في ارض الملعب. ادي محمد عبد الله لعب الكره العرضيه، وادي بقى اللعبه الراسيه من اللاعب عبد الله عبيد، ولكن حارس المرمى بقى حازم جمال في اللقطة الماضية يتألق وتقع منه الكرة وتتلعب مرة تانية بكرة عرضية كده داخل منطقة الجزاء عند اللاعب بدر جمال، ولكن حارس المرمى ودفاع النادي الأهلي يتألق. وقع على أرض الملعب اللاعب عبد الحميد أحمد لاعب نادي زد في مباراة اليوم، ماتش صعب جدا على الفريقين، وحتى الآن مشاهدين الأعزاء التعادل الإيجابي 2-2 في مباراة اليوم، 2-2 في مباراة اليوم. هنشوف بقى ايه اللي ممكن يحدث في احداث هذا اللقاء الجيد جدا. انبي بيتصدر جدول ترتيب المسابقه، لعب اربع مباريات وحقق الفوز في ثلاثه، لديه 11 نقطه. زمالك في المركز الثاني 11 نقطه، فاركو 11 نقطه، زد 11 نقطه في المركز الرابع، بتروجيت 10 نقاط، والاهلي في المركز الخامس بتسع نقاط، لسه بدري جدا طبعا. ادي بقى الكوره، وادي بقى محمد عبد الله والمهاره بتاعت محمد عبد الله في اللقطه الماضيه، والكره اللي اتلعبت عرضيه، والهدف بقى الثاني الجميل بيعوده لنا كده مخرجنا استاذ محمد دكروري من زاويه جميله جدا، وادي بقى هنا على طول التصويبه الحلوه للاعب يوسف عبد الحفيظ اللي سجل الهدف الثاني، وكان هدف التقدم للنادي الاهلي قبل ان يتعادل بقى زد في مباراه اليوم عن طريق اللاعب عمر ياسر. ادي تبديلات ايضا للنادي الاهلي، تبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء ابراهيم عادل هينزل، وحسام عادل، الاثنين الاخوه بقى التوأم ان شاء الله يكونوا زي النجوم الكبار حسام وابراهيم اللي تألقوا مع النادي الاهلي، ابراهيم عادل وحسام عادل. ابراهيم وحسام هينزلوا دلوقتي من جانب المدير الفني كابتن علاء عبده للنادي الاهلي. اهو امام حضراتكم، هنشوف هينزلوا مكان مين في مباراه اليوم. كابتن علاء عبده على طول شغال وبيستعين ببنك البدلاء في المحاوله بقى يعني تحقيق الفوز النهارده. فارس خالد بيخرج، بينزل على طول حسام وابراهيم، ورمي التماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي. لعيبه كبار، لاعب بيلعب في وسط الملعب والتاني هداف ولاعيب متميز جدا. ادي فارس خالد امام حضراتكم،
لاعب النادي الأهلي، ورمي التماس من ناحية اليمين، هيلعبها على طول محمود لبيب. محمود لبيب بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ومنطقة خطورة، ولمسة رأسية ترجع الكرة مرة تانية. هذه المحاولة لإبراهيم عادل، عرضية عالية، أول لمسة توصل إلى حارس المرمى عبد المنعم تامر اللي بيلعب الكرة ناحية اليمين لنادي زد. كرة ملعوبة أمامية لنادي زد، وهذه الانطلاقة للاعب بدر جمال. بدر جمال اهو عدى وماشي، عدى وماشي بدر جمال. بدر جمال بيلعب كرة عرضية، اللاعب نزل في الشوط الثاني. اللاعب بدر ده لاعب نادي زد صاحب القميص رقم 27، وادي على طول عبد الحميد احمد بيخرج مصاب. عبد الحميد احمد لاعب نادي زد، وادي امامنا اللاعب بدر جمال. والركلة الركنية من ناحية اليمين لصالح نادي زد في مباراة اليوم. زد اف سي وركلة ركنية من ناحية اليمين في احداث هذا اللقاء. بنلعب في الدقيقة 73 من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراة تتلعب على طول. عرضية عالية معدية واصلة عند عمر خضر ناحية الشمال. عمر خضر، عمر خضر لسه الكرة مع عمر، لعيب مهاري ولعيب جيد جدا، عدى ولعب كرة عرضية مرة تانية، انما بيطلع دفاع النادي الاهلي وترجع الكرة في وسط الملعب مرة اخرى للاعبي نادي زد في مباراة اليوم عن طريق اللاعب احمد بكر، ايضا نزل في الشوط الثاني من جانب لعيب زد. تتلعب الكرة هناك ناحية الشمال، وادي محاولة نقلات كده للاعب عمر ياسر انما اتقطعت، وصلت لابراهيم اللي بيلعب الكرة الأمامية ناحية الشمال، وتطلع الكرة من محمد عبد الله وتبقى رمي التماس. رمي التماس، رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال مشاهدينا. رمي التماس للأهلي، إبراهيم عادل. تتلعب الكرة في الخلف مرة تانية عن طريق اللاعب طارق فوزي. طارق بيلعب الكرة لأحمد عبدين. أحمد عبدين بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين مرة تانية لعبد الله بستانجي. استلام من عبد الله بيلعبها في وسط الملعب. نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي. وهذه الهجمة ناحية اليمين توصل مرة تانية للاعب عبد الله. عبد الله بيلعبها في وسط الملعب لأحمد وحيد. أحمد وحيد بيلعب الكرة في الخلف مرة تانية للاعب أحمد عبدين. نقلات من جانب لاعبي النادي الأهلي ناحية اليمين الكرة. هذه الهجمة وهذه الكرة بتتلعب على طول من احمد وحيد، انما يعني مقطوعه من دفاع نادي زد وتوصل هناك ناحيه الشمال. يعني مجهود بدني كبير جدا بذل من لاعبي الفريقين النهارده، وده ممكن يكون مؤثر شويه لان المباراه صعبه على الفريقين، ومباراه هي قمه هذه الجوله وهذه يعني هذا الاسبوع. يعني ادي انطلاقه من ناحيه اليمين، انطلاقه حلوه قوي. عبد الله بستانجي بيحاول يعدي، هيشيل بقى الكره العرضيه، لعبه عرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره اللي فاتت، وترجع الكره لكباكا. كباكا بيعدي مره ثانيه، ادي كباكا، ادي كباكا عايزين بقى يشغل وش رجله النهارده. ادي الكره العرضيه انما المره دي الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى. ركله مرمى لنادي زد اف سي في مباراه اليوم. وادي كباكا، ادي كباكا بقى، يا سلام لو وجه القدم بتاعه ده وش الرجل بتاعه لو يشتغل، عنده وش رجل حكايه، حاجه في منتهى الروعه الحقيقه. هذا اللاعب لعيب متكامل ولعيب جيد، اللاعب احمد كباكا اللي امام حضراتكم، واحد من نجوم النادي الاهلي، ان شاء الله يكون نجم كبير جدا ايضا في كره القدم المصريه مشاهدينا الاعزاء. النادي الاهلي اللي يعني خرج لاعبين متميزين جدا وتم تصعيدهم للفريق الاول، معتز محمد وايضا زعلوب اللي كان سجل في الومينجي السلوفيني في المباراه في معسكر النمسا اللي انتهت 3-1 للنادي الاهلي، وكريم الدبيس طبعا ومصطفى شوبير وحمزه علاء ومخلوف. وزي ما قلنا منتخبات مصر بقى في قطاعات الناشئين والمنتخب الاولمبي 70% من النادي الاهلي ومن قوام المنتخبات دايما بيكونوا من النادي الاهلي. قطاع الناشئين اللي دايما بيطلع نجوم ويخرج نجوم كبار جدا لكره القدم المصريه. رئاسه بقى الكابتن وليد سليمان، كابتن بدر رجب المدير الفني، وكابتن احمد ناجي طبعا لحراس المرمى. ادي كره تتلعب على طول مره ثانيه، وتصويبه تصويبه انما على طول ترجع من دفاع النادي الاهلي، وعائده من جديد للاعب مروان محمد لنادي زد. مروان بيلعبها لعمر خضر بيحاول يعدي، انما الكره تطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال لنادي زد في مباراه اليوم. ودي امامنا كابتن وائل الرياض المدير الفني بقى للنادي لمنتخب مصر مواليد 2005، كل التوفيق، بيتابع المباراه من ملعب الاهلي بمدينه نصر. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في الخلف، وادي الضغط بقى من اللاعب محمد عبد الله وترجع الكره مره ثانيه. ادي بقى هنا على طول عبد المنعم تامر، على طول لما ضغط لاعبي النادي الاهلي لاعبي زد بيغلطوا. ترجع الكره عمرو خالد بيعدي وماشي ولعبها ناحيه اليمين واحده والثانيه عبد الله بستانجي.
وادي التمريره الحلوه من احمد وحيد لعمرو خالد. يا ولد يا ولد، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي. العرضيه بقى، الارضيه منتهى الخطوره، كباكا كباكا، تصويبه وترجع له مره ثانيه. لسه الهجمه للنادي الاهلي، وادي مره ثالثه تصويبه مره اخرى، ولكن بقى هنا حارس المرمى عبد المنعم تامر. ادي شفنا اللقطه اللي فاتت دي، هجمه يعني ثلاثيه الابعاد للنادي الاهلي، هجمه حلوه قوي. انما شوف عمرو خالد لما بينطلق من ناحيه اليمين، وادي كباكا بقى والتصويبه في اللقطه الاولانيه، ورجعت والتصليحه في اللقطه الثانيه، والتصويبه القويه جدا في اللقطه الماضيه من اللاعب حسام عادل. ولكن حارس المرمى بقى هنا امامنا عبد المنعم تامر، وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. وادي بقى تبديلات من جانب نادي زد، عبد الحليم وائل بيستعد للنزول من قبل بقى يال تايلر المدير الفني الانجليزي اللي كان له تجربه مع جنوب، يعني في جنوب افريقيا قبل ان ياتي الى نادي زد. ركله ركنيه للنادي الاهلي، ادي خروج امامنا لواحد من النجوم عمر خضر، اللاعب اللي بينتظر مستقبل باهر، نتمنى له كل التوفيق ويكون نجم من نجوم الكره المصريه باذن الله في البريمير ليج والدوري الانجليزي الممتاز. ركله ركنيه من ناحيه شمال، بتتلعب على طول عرضيه عاليه ومحاوله مره ثانيه بلمسه راسيه، وتعود الكره الى خارج الملعب، الى خارج الملعب، ركله مرمى لنادي زد اف سي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي امامنا بقى اللاعب اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه، محمود لبيب، شفنا كان سجل الهدف الثاني في مباراه بلديه المحله، مباراه افتتاحيه الموسم، كان سجل الهدف الثاني بلعبه راسيه اللاعب محمود لبيب الحقيقه، لاعب النادي الاهلي اللي حاول يلمس في اللقطه الماضيه، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي زد في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، انطلاقه، وادي الكره على الجانب الايسر من ملعب المباراه مشاهدينا، عن طريق اللاعب يوسف محمد. ادي يوسف محمد اللي كان سجل الهدف الاول، بيلعب كره عرضيه لمحمد عبد المنعم اللي بيشوطها كده بوجه القدم داخل منطقه الجزاء. الكرات اللي زي دي بتبقى محتاجه بس اي لمسه من المهاجمين. تعود الكره مره ثانيه، ابراهيم عادل، ضغط من لاعبي زد زي ما حضراتكم شايفين، ابراهيم عادل بيلعبها في اتجاه عمرو خالد، نبقى على طول مقطوعه واحده والثانيه والثالثه كده، لمسات من جانب لاعبي زد، ولكن بيتدخل دفاع النادي الاهلي عن طريق احمد عبدين، وتطلع الكره الى خارج الملعب رمي التماس من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء. ادي امامنا اللاعب ابراهيم عادل، واضح في الكادر ومعاه عمرو خالد، رمي التماس من ناحيه شمال لنادي زد اف سي في مباراه اليوم. تتلاعب الكوره مره ثانيه اماميه، ماسكين كوره فريق زد في هذه اللحظات مشاهدينا. وادي على طول الكره ملعوبه للاعب عمرو ياسر، يا ولد لعيب، لعيب جيد جدا، ومعاه اللاعب محمود لبيب لاعب النادي الاهلي. ادي عمرو ياسر بيلعبها في وسط الملعب مره ثانيه لمروان محمود، لعمرو ياسر مره ثانيه لمروان، وترجع الكره لزد ناحيه الشمال عند اللاعب اللي لسه نازل بقى منذ لحظات، اللاعب عبد الحليم وائل. وادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره، والهدف الثالث، والهدف الثالث لنادي زد في احداث هذا اللقاء عن طريق بقى اللاعب يوسف محمد. يوسف محمد يسجل الهدف الثالث لنادي زد في مباراه اليوم بكره عرضيه كده اتلعبت من اللاعب عبد الحليم وائل، وعمل لحن حلو عبد الحليم في اللقطه الماضيه. وعلى طول بقى هنا اللاعب يوسف محمد، ادي عبد الحليم، ادي بقى هنا اللاعب عمرو ياسر، شوف عمرو ياسر لعبها في اتجاه اللاعب عبد الحليم، ورجعت مره ثانيه ناحيه الشمال، نقلات كده من جانب لاعبي زد في مباراه اليوم. واللاعب مروان محمد هو اللي لعب الكره العرضيه، وحازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي ما قدرش الكره بشكل جيد، وهذه المره تجد بقى الكره اللاعب يوسف محمد اللي بيسجل الهدف الثالث لنادي زد في مباراه اليوم، وهدف التقدم، وبالمناسبه الهدف الثاني ليه في المباراه، كان سجل الهدف الاول وها هو يسجل مره ثانيه الهدف الثالث لنادي زد في احداث هذا اللقاء. هنشوف بقى هنا المدير الفني كابتن علاء عبده هيتعامل ازاي في العشر دقائق وبعض الثواني الاخيره كده من الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه. تتلعب الكره هناك ناحيه الشمال، ادي المحاوله للنادي الاهلي، وتعود الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. عودونا دايما لاعبي النادي الاهلي انهم بيكونوا قادرين على العوده والتصرف في اللحظات الصعبه في المباريات، شفنا الكلام ده طبعا مع الفريق الاول وايضا مع قطاعات الناشئين. هنشوف بقى النهارده رمي التماس من ناحيه شمال للاعبي النادي الاهلي اللي هيكونوا اكثر حرصا طبعا على تسجيل اهداف في العشر دقائق الاخيره من المباراه. تعود الكره مره ثانيه، ادي هجمه وتتلعب على طول اماميه خطره خطره، ومحاوله مره ثانيه حسام عادل، ولكن توصل الكره عند عبد المنعم تامر. ادي حسام عادل لاعب الهداف، وادي عبد المنعم تامر بيقع على ارض الملعب، طبعا هيضيع وقت، وفي لاعب برضه من النادي الاهلي اعتقد طارق فوزي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي كابتن علاء عبده بيفكر طبعا مع الجهاز الفني والاداري النهارده هيعملوا ايه وهيرجعوا للنتيجه ازاي، زي ما شايفين حضراتكم الكرامب بقى والشد العضلي
للاعبين في ارض الملعب، مجهود بدني كبير جدا بوزل طبعا من قبل اللاعبين في مباراه اليوم. مشاهدينا هذه الجوله طبعا اللي بتتلعب فيها مباريات الاهلي وزد، المباراه اللي امام حضراتكم، سيراميكا مع غزل المحله، الاسماعيلي مع فاركو، المقاولون مع وادي دجله، بيراميدز مع اسيوط، الزمالك مع حرس الحدود، وانبي مع سموحه، وبتروجيت مع القناه، الاتحاد مع بلديه المحله، والجونه مع فيوتشر. قلنا لحضراتكم الاهلي هو افضل هجوم بالدوري حتى الان 15 هدف، واقوى دفاع بهدف وحيد في شباكه، ده طبعا كان قبل اللقاء، انما النهارده الاهلي بيتلقى 3 اهداف وبيسجل هدفين علشان يوصل ل 17 هدف واربع اهداف في مرماه. واضعف دفاع طبعا كان بلديه المحله، ادي اعاده، ادي الاعاده، وادي حازم جمال اللي يعني كان عامل ماتش حلو، ولكن غلطه الشاطر بألف بقى في اللقطه الماضيه ما يقدرش الكره بشكل جيد، حارس المرمى للنادي الاهلي، وعلى طول استغلها اللاعب اللي هو طبعا يوسف محمد وقدر ان هو يسجل. سلامات هنا، وادي على طول يوسف جمال بيستعد للنزول من جانب النادي الاهلي. يوسف جمال بينزل اهو، يوسف جمال بينزل، يوسف جمال لاعب النادي الاهلي. يوسف جمال وادي على طول بقى هنا امامنا عبد المنعم تامر بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه النادي زد هناك ناحيه اليمين، محاولة عند اللاعب المتألق بتاعه من النهاردة عمر ياسر، تتلعب لعبد الحليم وائل ناحية اليمين مرة تانية لنادي زد عن طريق اللاعب مروان محمد اللي بيلعب كرة عرضية أمامية، توصل الكرة هناك ناحية شمال، انطلاقة من حسام عادل، حسام للنادي الأهلي بيعدي وماشي وبيلعب كرة في وسط الملعب كده عايز يسند على اللاعب أحمد وحيد، وحكم اللقاء بيدي المخالفة للنادي الأهلي. الوقت بقى الأخير واللحظات الأخيرة والصعبة في المباراة مشاهدينا الأعزاء، وأدي أمامنا بقى اللقطة على المدير الفني كابتن علاء عبده، وايضا على الجهاز الفني لنادي زد اف سي في مباراه اليوم، وايان تايلر المدير الفني الانجليزي. ادي امامنا هنا كباكا وركله حره للنادي الاهلي، بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره، لكن بيطلع دفاع زد ولسه الكره ملعوبه مره ثانيه، وتصل الكره مره اخرى في وسط الملعب، وعلى طول في صافره وفاول لنادي زد في مباراه اليوم، ومعاها انذار، ومعاها انذار في احداث هذا اللقاء مشاهدينا. اللاعب المتالق يوسف محمد اللي سجل هدفين، الهدف الاول والهدف الثالث، اللي وقع على ارض الملعب. وادي امامنا كابتن علاء عبده، واللقطه كده الاثنين بقى واقفين هنا وهنا. نادي زد يهمه جدا طبعا تحقيق الفوز النهارده، والنادي الاهلي ما بيلعبش غير على الفوز. مباراه النهارده صعبه طبعا، ومباراه امام فريق يعني من الفرق الجيده اللي هو نادي زد، عندهم قطاع ناشئين رائع جدا. ادي كره تتلعب على طول اماميه عاليه وترجع الكره في وسط الملعب عند كباكا، كباكا بيعدي وماشي لسه الهجمه، احمد وحيد في وسط الملعب، وتتلعب الكره توصل مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب يوسف جمال اللي بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند عمرو خالد وحسام، حسام عادل بيلعب كره بينيه حلوه، عمرو خالد عدى عمرو ماشي، عدى عمرو ماشي يا ولد، عدى حلو قوي عمرو، مره ثانيه حسام، عرضيه بقى، عرضيه داخل منطقه ولسه الكره، وابراهيم عادل وتصويبه وتمر مش ممكن، تمر يعني تلمس كده القائم اليمين لمرمى الحارس عبد المنعم تامر، وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى كره اللاعب ابراهيم عادل، تصويبه قويه من ابراهيم عادل، شوف بقى على طول بيطلعها اللاعب عبد الحليم، ترجع لابراهيم عادل اللي بيسدد قويه، شوف الكره ماشيه فين، شوف الكره ماشيه، يا مش ممكن مش ممكن، تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي زد في مباراه اليوم. الاهلي كان مقترب جدا من ان هو يسجل هدف ثالث، وادي هجمه خطره جدا، هجمه خطره جدا مع بقى هنا اللاعب عمرو ياسر لاعب النادي الاهلي وعلاء عبده المدير الفني، مطالبين انهم لما يضغطوا على لاعبي زد ويحاولوا ان هم يسجلوا التعادل برضه يامنوا دفاعاتهم، لان عندنا اللاعب عمرو ياسر ده لعيب هايل جدا، وطبعا خرج اللاعب عمر خضر واحد من النجوم اللي كان صنع هدفين في مباراه النهارده. ترجع الكره مره ثانيه للاعب مروان محمد بيلعبها هناك ناحيه اليمين، والمحاوله في هذه اللحظات لنادي زد تتلعب الكره عند اللاعب عمر ياسر، لاعب مجتهد ولاعب نشيط ولاعب جيد جدا اللي هو صاحب القميص رقم 10 ده من فريق زد في مباراه اليوم. ادي عمر ياسر مره ثانيه، شوف متحرك في كل حته وبياخد الكره وعامل قلق كده لدفاع النادي الاهلي النهارده، تتلعب الكره هناك اماميه وتوصل الكره مره اخرى في وسط الملعب عند ابراهيم عادل، مقطوعه ثلاث اربع نقلات كده من جانب لاعبي زد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي الهجمه الخطيره، عبد الحليم بيلعب كره عرضيه انما بيطلع على طول احمد عبدين، وترجع الكره مره اخرى للنادي الاهلي، استلام بشكل جيد يا ولد اللاعب عمرو يا خالد، عدى وماشي حكم اللقاء يدق تحت الفرصه لكباكا، كباكا بيلعب الكره في وسط الملعب لابراهيم عادل، ابراهيم عادل استلام من ابراهيم وبيلعب الكره في الخلف مره ثانيه
وادي الهجمه ليوسف جمال بيغير الملعب هناك عند عمر خالد ناحيه الشمال. عمر خالد مهارات بقى، عمر خالد بيحاول او ده حسام، تتلعب الكره مره ثانيه وتصل وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء في اتجاه كباكا، توصل لابراهيم عادل. ابراهيم على حدود المنطقه وبيلعبها، ويعني فاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي للاعب عمرو خالد، فاول للنادي الاهلي. وادي على طول في لاعب واقع من النادي الاهلي في مباراه اليوم. قلت لحضراتكم مجهود بدني كبير جدا يعني بذل من اللاعبين، علشان كده شايفين بقى الشد العضلي والاصابات في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. على طول محمد فوده طبيب فريقه، معاه محمد نحله وعبد الله محمد، بينزلوا علشان يسعفوا اللاعب اللي واقع على ارض الملعب من جانب لاعبي النادي الاهلي اللي بنتمنى له السلامه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. يعني خلاص بنقترب من، نقدر نقول بقى بنلعب في الدقيقه، داخلين على الدقيقه، يعني بدانا في الدقيقه 87 ودخلنا على الدقيقه 88، والوقت الحاسم بقى والقاتل من المباراه. وزد متقدم على الاهلي 3-2 حتى الان، وركله حره للنادي الاهلي من مكان خطير جدا في مباراه اليوم. ادي الاعاده، ادي الاعاده، شوف بقى دي مكانها هدف التعادل، ولكن التوفيق كان غائب بقى عن اللاعب ابراهيم عادل. تصويبه قويه، شوف رايحه فين، ولكن عدت بقى بجوار القائم الايمن وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي زد، وفرصه كبيره جدا ضايعه. ادي كباكا وحوار بقى بين اللاعبين، وهنشوف بقى هل يقدروا يسجلوا ويقدروا ان هم يعودوا في اللقاء مره ثانيه. ركله حره للنادي الاهلي، كباكا بيلعبها على طول عرضيه انما ضعيفه جدا، وتوصل في ايدين حارس المرمى عبد المنعم تامر، حارس مرمى نادي زد في مباراه اليوم. اللحظات والدقائق الاخيره دي بتبقى محتاجه يعني ثبات انفعالي كبير واعصاب من حديد كده للاعبي النادي الاهلي، ياخدوا بقى العبره من لاعبي الفريق الاول. بنشوف دايما النادي الاهلي في اللحظات الاخيره واللحظات الحاسمه ياما سجل اهداف وياما حسم مباريات وياما حسم بطولات النادي الاهلي. ملوك بقى الدقيقه 90 والامور دي كلكم عارفين طبعا. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل هنا ناحيه اليمين للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله لسه الكره معاه بيعدي وماشي. محمد عبد الله بيغير الملعب هناك ناحيه اليمين، انما على طول مقطوع النادي زد مره اخرى. انطلاقه حلوه للاعب النجم بقى بتاعهم هنا، اللاعب عمر ياسر بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين. هجمه خطيره لزد، وادي كره عرضيه وترجع مره ثانيه، خبطت كده في عبد الله بوستانجي وتصطدم بيه مره ثانيه وتوصل في اتجاه اللاعب كباكا، انما على طول تتلعب الكره لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عدى يا ولد العيب، انما اتقطعت ورجعت الكره للنادي الاهلي. الهجمه بقى، الهجمه عن طريق اللاعب حسام عادل. حسام عادل بيستنى المعاونه والمسانده، تجيله من يوسف جمال. يوسف جمال ولكن الكره بيضغط كده لاعبي زد اف سي يعني يخبطوا الكره في اللاعب يوسف جمال وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي زد من ناحيه الشمال على مهلهم تماما. نلعب في الدقيقه 90 مشاهدينا الاعزاء، هنشوف قد ايه وقت مكتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني واللقاء. تتلعب الكره اماميه وتصل على طول في الامام كده والمقدمه عند اللاعب اللي امام حضراتكم هنا، لاعب نادي زد في مباراه اليوم، واحده والثانيه واتلعبت حلوه. ادي عمر ياسر يا ولد، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي، خطر خطر خطر، وعدى مره ثانيه ولعب الكره الاماميه، انما على طول مقطوعه من دفاع النادي الاهلي وتصل لزد مره اخرى هناك ناحيه اليمين عند اللاعب مروان. مروان هجمه لنادي زد من ناحيه اليمين في اللحظات الاخيره، وادي تصويبه انما تمر الى خارج الملعب، تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي، ركله مرمى للنادي الاهلي. كره في منتهى الخطوره اللي فاتت دي من اللاعب مروان محمد، وطلعت الكره وكان معاها حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. حازم جمال اللي كان غير موفق في كره الهدف الثالث وهدف التقدم في المباراه لنادي زد اللي تقدم لاول مره، دايما الاهلي هو اللي كان سجل الاول وزد تعادل، ثم عاد تقدم الاهلي وتعادل زد وبعدين تقدم زد بالهدف الثالث والاهلي يبحث عن التعادل. ادي بقى لازم يكون في تركيز ايضا على المستوى الدفاعي زي ما قلنا. توصل الكره عند اللاعب حازم جمال اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال في مباراه اليوم مشاهدين الاعزاء. بنلعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. هجمه للنادي الاهلي، حسام عادل بيفتح الملعب مره ثانيه، وادي الكره الطوليه الملعوبه الاماميه عاليه ومعديه واصله في اتجاه اللاعب عبد المنعم تامر. عبد المنعم تامر حارس مرمى نادي زد في مباراه اليوم، على طول بيضيع بعض اللحظات وبعض الثواني كده بالكوره وبيلعبها على طول اماميه عاليه وترجع الكره هناك ناحيه اليمين، نقلات كده من جانب لاعبي زد في مباراه اليوم. ادي الهجمه في وسط الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب محمد عبد المنعم. ادي محمد عبد المنعم بيحاول يبحث عن التصويب وبيلعب كره بينيه لعبد الحليم وائل. عبد الحليم وائل بيلعب كره عرضيه خطره خطره منتهى الخطوره،
منتهى الخطوره للاعب يوسف محمد اللي كان واخد بوزيشن كويس داخل منطقه الجزاء اللاعب اللي امام حضراتكم اللي سجل هدفين النهارده وكان عنده فرصه ان هو يضيف هدف ثالث. ادي الكره الملعوبه من اللاعب عبد الحليم وائل ناحيه الشمال، فريق محترم جدا فريق زد، وادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء وعلى طول بقى هنا امامنا اللاعب يوسف محمد بيلعب الكره الى خارج الملعب. عمر خالد ديبو، عمرو خالد بيحاول يعدي فتمر الكره الى خارج الملعب ورمي التماس مع اللاعب حسام عادل في اللقطه اللي فاتت، ورمي التماس لنادي زد من ناحيه اليمين مشاهدين الاعزاء مروان محمد. مروان بيلعب الكره الاماميه وادي علاء عبده المدير الفني، تعود الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين لنادي زد، محاولات من نادي زد في مباراه اليوم تتلعب على طول عرضيه على حدود منطقه الجزاء، استلام من اللاعب والنجم بقى اللي سجل هدفين النهارده يوسف بيعدي وماشي بيعدي على طول يوسف محمد، اتلعبت الكره وصلت مره ثانيه للاعب لبيب بيلعبها اماميه في اتجاه حسام عادل انما مقطوعه الكره مره ثانيه وتوصل هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه لمصطفى عكاشه، مصطفى وكباكا، مصطفى وكباكا، وادي على طول مصطفى عكاشه وتتلعب الكره في اتجاه اللاعب محمد عبد المنعم انما اتقطعت وصلت مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه وعمرو خالد بيحاول وعلى طول مدافع نادي زد بيخرج الكره الى خارج الملعب، تطلع وتبقى رمي التماس احمد بكر، رمي التماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي. نلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مشاهدينا الاعزاء، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، رمي التماس الاهلي. ادي عمرو خالد لعيب متالق جدا في ماتش النهارده، نزل عمل يعني شيء من الخطوره كده على دفاعات فريق زد وعمل اكتر من كره عرضيه. ادي كره بقى رمي التماس تتلعب طوليه بيطلع على طول عبد المنعم تامر، ترجع الكره مره ثانيه لبيب بيلعب الكره العرضيه الخطيره، ممكن 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 مش ممكن بقى يا راجل يا راجل، هنا فرصه كبيره جدا ضايعه من لاعبي النادي الاهلي اللي كان ممكن يسجلوا هدف يعني اتعودنا عليه، هدف اتعودنا عليه في الوقت القاتل، ولكن اتقطعت الكره وضاعت الهجمه، فرصه كانت في منتهى الخطوره اعتقد من اللاعب حسام عادل. ترجع الكره مره ثانيه داخل يعني على حدود منطقه الجزاء كده ناحيه اليمين لنادي زد، فرصه اللي فاتت دي منتهى الخطوره، فرصه اللي فاتت دي منتهى الخطوره، وترجع الكره مره ثانيه عبد الحليم بيلعب الكره العرضيه توصل على طول عند اللاعب حازم جمال حارس المرمى اللي هيلعب كره طوليه بسرعه. حازم جمال بيلعب الكره الاماميه، بيلعب الكره الاماميه العاليه وتوصل هناك عند اللاعب محمد عبد الله اللي بيحاول انما مقطوعه نادي زد، وادي محمد عبد الله بيحاول مره ثانيه، بيحاول عليه محمد عبد الله انما الكره الى خارج الملعب ورمي التماس لنادي زد. ادي اللقطه، ادي اللقطه لبيب، شوف لبيب شالها بشكل حلو قوي، وادي بقى الكره العرضيه، وادي استلام من حسام وترجع الكره ومحاوله يعني داخل منطقه الجزاء عند اللاعب محمد عبد الله، ولكن دفاع زد ما سابهوش يلعب الكره براحته وعلى طول ضاعت هجمه كبيره جدا وخطيره جدا للنادي الاهلي كان ممكن يسجلوا منها هدف التعادل في مباراه النهارده. ترجع الكره مره ثانيه عبد الله بستانجي بيلعب الكره في الوسط للاعب احمد عبدين على حدود منطقه الجزاء، بيطلعوا بالكره كده من ناحيه شمال لاعبي الاهلي. ادي الكره ملعوبه من لبيب، محمود لبيب اماميه عاليه واستلام ومحاوله، ترجع الكره لحسام، حسام عادل ناحيه الشمال، حسام بيلعبها مره ثانيه لعمرو خالد لحسام عادل انما على طول الكره ملعوبه في اتجاه اللاعب محمد عبد الله، وشوف بقى مش سايبه اللاعب عمر ياسر، محمد عبد الله عدى يا ولد العيب يا محمد ولعبها لعمرو خالد، لعبها لحسام ناحيه الشمال، حسام، حسام عادل، حسام عادل لسه كره مع حسام ناحيه الشمال اللي بيحاول الاهلي يلعب كره عرضيه عن طريق اللاعب محمد عبد الله انما تتلعب وتصل الى عبد المنعم تامر حارس مرمى نادي زد في مباراه اليوم. الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني والمباراة، مشاهدين الاعزاء زد يتقدم على النادي الاهلي حتى الان 3-2، ورمي التماس من ناحية الشمال، رمي التماس من ناحية الشمال للنادي الاهلي، تتلعب الكرة مرة ثانية، عبد الله بستانجي اللي بيحاول هيلعب اكيد الكرة الطولية، عبد الله بيلعب الكرة الطولية مفيش وقت طبعا على حدود منطقة الجزاء، وترجع الكرة من يوسف جمال انما ضغط من لاعبي الاهلي وبيطلع لاعبي زد ولسه اللعب مستمر، وتعود الكرة لأحمد عبدين اللي بيعيدها إلى حارس المرمى حازم جمال. لحظات طبعا الأدرينالين فيها عالي جدا والكل مركز والكل واقف في ملعب المباراة، ورمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال مشاهدين الأعزاء. الدوري طويل طبعا ولسه بدري، والفريق هو حامل لقب دوري الجمهورية مواليد 2005 في الموسم الماضي مع مديرهم الفني كابتن علاء عبده، وكانوا حققوا الدوري بفارق كبير جدا من النقاط 22 نقطة. ترجع الكرة مرة تانية عند اللاعب محمود لبيب بيلعبها لكباكا اللي بيلعب كرة على حدود منطقة الجزاء، وترجع لكباكا مرة تانية، استلام من كباكا، وادي وش الرجل بتاعه الحلو بيلعبها هناك ناحية شمال، وادي لبيب بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة وبيطلع دفاع نادي زد. هل بقى تخرج وتبقى ركلة ركنية؟ هل تخرج وتبقى ركلة ركنية؟ لا، بقت ركلة مرمى لنادي زد في مباراة اليوم، ركلة مرمى لنادي زد في مباراة اليوم. وادي الكابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الأهلي مواليد 2005
اللي انضم طبعا لتشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري مع الكابتن وائل رياض مواليد 2005 وادي ركله المرمى لعبد المنعم تامر على مهله تماما بيلعب الكره الاماميه وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مبروك نبيل ينهي احداث هذا اللقاء زد يحقق الانتصار على النادي الاهلي 3-2 مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه لكم مني كل التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد